بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي اينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابه. يعمر بيتك يا اهلي، فاتح كل البيوت. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس والحلقه 729 من ملك وكتابه اللي جايه في ايام مصر بتحتفل بيها بالايام الطيبه وعيد الميلاد المجيد. كل سنة ومصرنا الحبيبة العزيزة بكل خير وسلام، والأخوة الأقباط وكل بني الوطن في أحسن صحة وحال، وكل سنة وانتم طيبين جميعا إن شاء الله. لكن حلوة الدعوة دي. خطر في بالي وأنا أستمع إلى البرامج الرياضية وما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي وكل الناس عارفه كل حاجه عن النادي الاهلي الا النادي الاهلي مش عارف حاجه على الاهلي الا العاملين فيه الحقائق واشتري مني وخد مني. أيوة. وانا بقول لك اهو الكلام اللي انا مش هسمعه في حته تانية. ايوه فاسمع كده انا والمسؤولين في النادي الاهلي، الله 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 الله، احنا ما نعرفش الكلام ده يا جماعه، ايه اللي حصل؟ ونبتدي نشك ونسال بعض انه ده اهلي تاني ولا ايه؟ هو انت يا فلان؟ يقول لي ابدا والله ما حصل، ان شاء الله يا رب اطفح. انت مش عارف يا علان. طب ليه بيحصل كده؟ قعدت افكر، لان اذا لم يكن الاهلي حاضرا في كل جمله وفي كل برنامج لنفضوا من حول امام الشاشات. طبعا. اذا انت الان امام ظاهره لابد تجيب سيره الاهلي في ال 24 ساعه، 12 ساعه مش هبالغ، ال 24 ساعه ويوميا. تخيل بقى وخد مني تخيل مثلا استمعت الواحد فلقيته بيقول ايه، شركه الكوره توصي بعدم التجديد لموسيماني. شركه الكوره استاذ ياسين. واحد تاني يطلع يقول لك امير توفيق يتعاقد ويعمل مش عارف مع مين. واحد تاني تقول لك لجنه التخطيط ايوه ها اوصت تضغط. أيوة. وتوصي مش توصي تضغط وتغضب وتنصح وتلح. ايه يا جماعه؟ كل يوم في اخبار من الثلاث جهات دي كل يوم. وطبعا كهربا ده معمول له برنامج لوحده. في كل القنوات كهربائيات. بعدين اقول طب وبعدين احنا هنفضل نقول ما حصلش، لان اللي بيحصل يا استاذ ابراهيم هيتصادف ان السلك يلمس مع حاجه من دي يوما ما، فيقول لك وقد انفرضنا. بعد المية اللي خد مني وما خدش منه. فلقيت الوضع، طب هو بيحصل كده ليه؟ اكتشفت ان الاهلي بياع. الاهلي بياع. وبعدين على فكره فاتح بكل البيوت بما فيها احنا. هو احنا قاعدين بنعمل ايه؟ ما احنا النادي الاهلي. صحيح. النادي الاهلي حتى المسؤول عنه ينتفع بانتمائه الى النادي الاهلي. أيوة. في المكانه والهيبه والتواصل ده مساله. اذا النادي الاهلي يعمر بيتك يا اهلي، والله يعمر بيتك يا اهلي. لكن هنشوف كمان في ثنايا حلقه اليوم كل تفاصيل اللي المهندس عادل قاله، من اول خد مني اسمع مني، مش هتلاقوا الكلام اللي ده اشتري مني انا، اشتري مني انا، كل ده هتلاقوا والكلام اللي هتسمعوه مني مش هتسمعوه في حته. مع اني بيسمعوه في كل حته. هنشوف في حلقه النهارده كتير من الردود والتوضيحات حوالين حقائق مثل هذه الامور في حلقه مهمه. هذه ابرز عناوينها. مقالي ومقاله، حتى في الكيان الاهلي الاكثر تمثيلا. والغربال الابداع في زمن الجائحه. وبعضمة لسانه نعم ندفع لنلعب في الاهلي. والشموع الحمراء عن عمر سلطان باشا. لكن أسرار الملك عن الرحالة العاشق. وأخيرا مجلتنا من اليوم وحتى 40 سنة. ده محتوى حلقة النهاردة. لكن قبل ما نخش في التفاصيل عايز أقول لكم بمناسبة خد مني،
والكلام اللي المهندس عدلي بيقوله، الأهلي لما بيكون طرف في أي مشكلة لها وضع ما بيلجأ للقنوات المسؤولة، وحتى شفته في الانتخابات لما حصلت واقعة عدم اعتماد النتيجة بفوز الأستاذ العمري فاروق بمقعد نائب الرئيس، الأهلي لجأ للقنوات المختصة المسؤولة ولجأ للقضاء الإداري وأخذ حكم أنصفوا فيه القضاء الإداري وأنصف الجمعية العمومية وأنصف قانون الرياضة وأنصف لائحة النظام الأساسي، اللي قانون الرياضة 71 لسنة 2017 عظم دور الجمعيات العمومية وخلاها صاحبة الولاية الوحيدة والصحيحة والسليمة على مقدرات النادي وحقوقه. ده كان من منطلق القانون 71 ل 2017، اللي الناس للأسف يا باشمهندس بتتهم القانون، واحد عايز يجامل حد ضد حد فيرمي طبطين في القانون من غير حتى ما يتشاف، وهي كانت فلسفة القانون تعظيم دور الجمعيات العمومية. ده في الأساس الأهلي لجأ لمحكمة القضاء الإداري، شفت الأسبوع الماضي المحكمة أنصفت الأهلي بقبول الطعن اللي طعنه الأستاذ العمري فاروق ومحاميه ضد قرار السلب للوزير وللجنة الأولمبية بالامتناع عن اعتماد النتيجة. كان المفروض ان احنا منتظرين انه هيتم الاعتماد، اعتماد حكم المحكمة، يعني حكم المحكمة نافذ وينفذ بالمسودة، الا انه وزارة الشباب والرياضة اعتمدت هذا الحكم طبعا، وقيل انه اللجنة الأولمبية لم تعتمد بعد، ليها وجهة نظر هي ايه لازم نقف عليها عند هي صحيح. يا استاذ ابراهيم، عشان انا عندي التصور كده عايز اوضحه بس قبل ما اخش في مع المحترفين اللي هيحكوا لنا، وجهه نظرها ايه؟ وجهه نظر اللجنه الاولمبيه ما ترشح عنها، يعني هو ما اتقالش انه فيه قرار رسمي او في تفسير رسمي او في بيان رسمي صدر عن الشؤون القانونيه في اللجنه الاولمبيه، لكن ما ترشح على السطح الاعلامي من اللجنه الاولمبيه اني شايفه انه كان على الاهلي ان يلجا لمركز التسويه وفض المنازعات في اللجنه الاولمبيه وليس للقضاء الاداري. هنا بس عايز اقول حاجه. اه. انت ممنوع تلجا في الامور الخلافيه الرياضيه للقضاء العادي. ايوه. لكن ما تفهمنيش لو ان هناك امرا جنائيا او هناك مخالفه دستوريه انك ما تلجاش او ما على شكلتها مثلا. ايوه. الخلاف في قضية الأستاذ العمري هو خلاف في تفسير وتطبيق نصوص النظام الأساسي، سواء بتاع الاسترشادي اللي الكور بتاعه أفرز باقي مع بعض الأمور الخاصة الأنظمة الخاصة بالأندية والهيئات ومنها النادي الأهلي. المنوط بهذا التفسير هو تفسير في القانون وليس خلافا رياضيا. هو مش اتنين بيتنازعوا في الحقوق، ما هوش لعيب موقوف وانت بتتظلم عليه، ما هوش لعيب له حقوق وعايز حقوقه، ما هوش ناديين بيختلفوا على لاعب. هذا خلاف في تفسير اللوائح، مفهوم البسيط كمواطن المنوط به الجهات القضاء العادي. طيب عموما طبيعي يعني احنا قبل ما نغوص كثيرا في تفاصيل ده، المفروض الامر معروض على اللجنه الاولمبيه. النهارده كانت اجازه طبعا، من المحتمل ومن المنتظر مع عوده العمل يوم السبت تبت اللجنه الاولمبيه في الحكم الصادر لصالح الاستاذ العمري فاروق. انا ليه بقول كده بس يا استاذ ابراهيم؟ عشان ما حدش يصور اللجنه الاولمبيه ان هناك تعمد تجاهل. لا صحيح، هم كل الكلام اللي اتقال وقتها من وزاره الشباب او اللجنه الاولمبيه احنا هنحترم تفسيرات القانون. طيب كان ايضا في اطار حرص النادي الاهلي على احترام سياده القانون وعدم الرد على اي تجاوزات او اي تطاولات الا من خلال الاطر الشرعيه والقانونيه، فشفتوا حضراتكم لما مجلس اداره النادي الاهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب مساه بعض الإساءات مما حدث من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في فترات سابقة من تجاوزات، لجأت إدارة النادي الأهلي إلى المحكمة. شفنا في الفترة الأخيرة المحكمة الاقتصادية أصدرت حكم برفض الدعوة المقامة، لكنه النهاردة الجديد حسب ما نقلت المواقع كلها كشفت مصادر قضائية مطلعة
بالمحكمة الاقتصادية أن النيابة العامة طعنت على حكم البراءة الصادر لمرتضى منصور بجلسة 26/12/2021 من محكمة الجنح الجزئية بالمحكمة الاقتصادية برئاسة القاضي أحمد عبد القهار في قضية من ضمن 13 قضية تقدم بها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ضد مرتضى منصور باتهامه بوقائع سب وقذف وخدش سمعة العائلات. أسست النيابة العامة طعنها على خطأ محكمة أول في تطبيق القانون وثبوت التهمة في حق المتهم، وبحسب مواد القانون الإجراءات الجنائية فإن طعن النيابة على حكم البراءة تعيد القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم، وتنظر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية القضية من جديد، وتحدد لنظرها جلسة 26/3/2022. طب ما نشوف مالك اللي في المدينة هيقول لنا إيه. لا يفتى ومالك في المدينة والأستاذ المحامي الكبير الأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي على التليفون. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم، ومساء الخير يا باشمهندس عدلي وعلى كل مشاهدين حضراتكم وجمهور ومشاهدي قناة النادي الأهلي. نحاول نفك الخط في القانون شوية، إحنا على قدنا. لا انتوا اشد في القانون يا استاذ ابراهيم، والباشمهندس عدلي مرجعيه في كل حاجه في القانون وفي الرياضه والتسويق، ودايما منورين الدنيا. ربنا يخليك. قول لي في الاول يا استاذ محمد فيما يخص اللجنه الاولمبيه وقضيه الاستاذ العمري فاروق وانتخابه، ايه اللي حصل؟ بالنسبه لموضوع الوزير العمري فاروق، زي ما كل الناس عارفه وزاره الشباب والرياضه اقرت الحكم وامرت بتنفيذه وخطبت مديريه الشباب والرياضه في القاهره لتنفيذ القرار، ومن ثم مديريه الشباب والرياضه في القاهره بتخاطب اللجنه الاولمبيه للاعتماد، لان بالطبع زي ما كل الناس تعلم وباحث النادي الاهلي وفي اللائحه الاسترشاديه ان اعتماد اي نتائج تخص العمليه الانتخابيه او عضويات مجالس الادارات بيختص باعتمادها اللجنه الاولمبيه. انا بطمن حضراتكم وبطمن كل الناس ان كل الاجراءات الاداريه اللي كانت معطله لمده 24 ساعه خلاص بتدخل الكابتن محمود الخطيب، الامور بتسير بشكل جيد، وخلال ساعات سيكون تم الاعتماد من اللجنه الاولمبيه ويعود العمري فاروق لموقعه ومقعده نائب رئيس النادي الاهلي على وجه رسمي. اذا خلال ساعات تحسم الاجراءات في اللجنه الاولمبيه باعتماد فوز الاستاذ العمري فاروق. تمام بالضبط كده، وبالتوفيق لحضراتكم ولكل مجلس اداره النادي الاهلي. زي ما قال الباشمهندس عدلي هستعير منه هذا المصطلح، تكتمل اللجنه الاخيره في البنيان الرسمي لمجلس اداره النادي الاهلي لمده 4 سنوات قادمه، وبالتوفيق ان شاء الله لمجلس اداره النادي الاهلي وكل جمهوره وحضراتكم. تمام هذه واحده. نخش بقى في الايه؟ المحكمه الاقتصاديه وطعن النيابه على الحكم الصادر ببراءه مرتضى منصور في قضايا اتهامي بسب وقذف مجلس اداره النادي الاهلي، ايه حقيقه الموضوع؟ هي حقيقه الموضوع ان دي هي اولا هي عشان عارفه دي قضيه من 13 قضيه. بعضهم قدم لجلسات، يعني في قضيه ثانيه تم تقديمها لجلسه في جنح العجوزه، وباقي القضايا خلاص طبق قوسين او ادنى من نيابه حل جلسات وانتهت فيها التحقيقات، والناس بس تبقى عارفه ان هذه القضايا بتستغرق بعض الوقت عشان بتحتاج جهات فنيه وفحص فني وتكنولوجي وهكذا. بالنسبه لاستئناف النيابه، بالطبع النيابه كاحد اطراف الدعوه يحق لها مدى ارتأت ان هناك خطا في تطبيق القانون او في ثبوت التهمه يحق للنيابه ان تستأنف خلال 10 ايام، وده اللي حصل. النيابه لما رجعت الحكم ارتأت ان الحكم الذي قضى بالبراءه هناك خطا في تطبيق القانون، وبالتالي طعنت الحكم وسيعاد نظر هذه القضيه من جديد امام جنح مستأنف الاقتصادية ان شاء الله. اتحدد لها 26/3 مش كده؟ بالظبط كده ان شاء الله. حضرتك بتقول دي واحده من كام قضيه مرفوعه؟ من 13 بلاغ تقدم بيه النادي الاهلي. 13 بلاغ. في حاجه ملخبطه الناس، وقبل حضرتك ما تعمل المداخله انا كنت بقول تفسير او مفهومي البسيط الخاضع للمراجعه، يعني ان النادي الاهلي او اي مؤسسه رياضيه هي لازم ملزمه تروح للتحكيم بتاع اللجنه الاولمبيه في شؤون الخلافات المتعلقه بالخلافات الرياضيه وبين العلاقات المتشابكه
في الشؤون الرياضية. يعني وقلت له أن مثلا لما نكون مختلفين على تفسير نص في القانون أو تنفيذه ممكن نلجأ للقاضي الطبيعي، أو حاجة زي اللي حضرتك بتقول عليها. أنا أنت صحيح إحنا الاثنين ننتمي إلى كيانات رياضية، أنا والأستاذ إبراهيم مثلا، ولكن واحد فينا تعرض للإساءة والإهانة. ما أظنش إن دي تبقى مسؤولية اللجنة أو التحكيم الرياضي، دي تبقى مسؤولية القاضي الطبيعي. أنا فسرت هذا الأمر، مش عارف إذا كان هذا تفسير يقترب من الصحيح ولا لا. لا، هو ببساطة مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية هو يختص بكل المنازعات اللي بتنشأ بسبب قرارات صادرة عن هذه الهيئات الرياضية أو بمناسبة نشاط رياضي. أما الوقائع الجنائية والوقائع الإدارية فدي لها شق آخر وبيختص بها القضاء العادي، وده لا ينال من استقلال المركز، لأن طبعا احنا بس بنوضح دي عشان الناس محتارة إيه اللي يروح هنا وإيه اللي يروح هنا، وهل ممنوع خالص إنك تروح للقاضي الطبيعي ولا. فالتفسير اللي حضرتك بتقوله ده بيوضح كل شيء. حسب طبيعه المنازعه يا باشمهندس عشان الناس تبقى عارفه، يعني النادي الاهلي مؤسسه رياضيه، انا عندي نزاع في عقد رعايه بروح المحكمه المدنيه، الا اذا كان في شرط تحكيم بروح مثلا مركز القاهره للتحكيم، العقد شريعه المتعاقدين. اما المنازعات او المشاكل الجنائيه بيختص بها افرع القضاء العادي، مركز التسويه بيختص بالمنازعات ذات الطبيعه الرياضيه او القرارات الصادره عن هذه الهيئات الرياضيه. خاصة يا استاذ محمد، يعني ما هو مركز او القضاء الاداري هو اللي كان بت في ترشيح احد المرشحين الاستاذ وليد الفيل قبل الانتخابات، هو اللي اقر بترشيحه وهو اللي استبعده. فاذا انت كلجنه اولمبيه او كوزاره تبعت هذا الاجراء من قبل القضاء الاداري مش من قبل مركز التسويه قبل العمليه الانتخابيه. بالظبط كده. والقضاء الاداري في هذه الجزئيه او كمنازعه اداريه، لان اللي حصل ايه في مساله الاستاذ عمرو فاروق ان هناك خطا في تفسير نص اللائحه، فده مش محتاج مركز التسويه، وان اللجنه هي قضاه لكن هم كانوا بيقوموا بعمل اداري واصدروا قرار اداري، وتم تشكيل لجنه الاشراف على الانتخابات بقرار اداري ومن ثم تخضع لقرار الاداري. واعتقد اني اللي يطالع الحكم من الدائره الثانيه محكمه القضاء الاداري برئاسه المستشار العظيم المحترم فتحي توفيق، حكم وثائقي من 20 ورقه تحدث بكل شيء وسرد كل شيء واوضح كل شيء وانتصر لاراده الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. وانا عايز اقول ان الكابتن القصيب في الحقيقه كان له جهد كبير في اتمام هذا الامر وانهاء كل هذه الامور، اللي ان شاء الله خلال ساعات هيكون الاستاذ عمرو فاروق منور مكانه ومقعده في مجلس الاداره. خاصه ان اللجنه الاولمبيه عندما اعتمدت النتيجه كان تفسيرها هي ما خضتش في الجوانب الفنيه، هي اعتمدت ما جاء اليها من الجهه الاداريه. بس خليني بقى كده عشان ما نروحش بعيد، هبدا مع حضرتك من اللي انت قلته، انها بتعتمد ما يرد اليها، اذا قرارات اللجنه الاولمبيه بالاعتماد هي قرارات كاشفه وليست منشئه. هي سلطه اعتماد. علمتني انت مصطلح جديد بقى اهو. كاشفه وليست منشئه. في حاجه في القانون اسمها قرار كاشف وقرار منشئ. القرار الكاشف هو اعتماد ما انتهى اليه جهات اخرى بحسب القانون، لان اللائحه بتشترط اعتماد اللجنه الاولمبيه لهذه النتائج. بارك الله فيك. نورت المحكمه يا استاذ محمد. تحياتي لكم ولكل مشاهديكم وبالتوفيق دائما يا رب. شكرا جزيلا للمحامي الكبير الاستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي، واعتقد طمن حضراتكم انه خلال ساعات ستعتمد اللجنه الاولمبيه الحكم الصادر عن محكمه القضاء الاداري باعتماد فوز الاستاذ العمري فاروق بالتزكيه نائبا لرئيس النادي في الانتخابات الاخيره، وايضا التاكيد على طعن النيابه على حكم براءه المحكمه او حكم الصادر من المحكمه الاقتصاديه ببراءه مرتضى منصور ضد او في بلاغ الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي في قضايا السب والقذف. الحقيقه الله يكون في عونه وفي عون اللجنه القانونيه. وهو يعني هو من هو في القانون وفي في يعني في دنيا المحاماه عندهم شغل كتير جدا جدا، وده يعني كنا نتمنى ان الوسط الرياضي يهدى شويه، مش مفروض تبقى الليله كده بكل هذه الاعباء. طيب امبارح كان يوم مهم جدا، او المفروض يكون مهم جدا،
الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم انتخبت مجلس إدارة جديدا. في مفاجأة صارخة. في مفاجأة. أيوه. قول لي إيه المفاجأة؟ لا هو المفاجأة إنك شكل الانتخابات يمشي كده. عايز أقول لكم أنا بتصل بالمهندس عادلي أقول له انتخابات اتحاد الكرة خلصت وتم انتخاب جمال علام وقيمته. قال ياه بجد؟ دي مفاجأة صارخة. أقول لكم ليه مفاجأة صارخة؟ قول. لا يعني هو شوف. أنت ما تشوف القائمة بتاعت الأستاذ جمال علام. قائمة هايلة. أيوة. وكلهم ناس سبق لهم العمل في مجال إدارة كرة القدم. كلهم في مكانه يعني. لهم علاقة بهذا الموضوع يعني. أيوة. المفاجأة إني دخلت عليك فجأة في آخر وقت قائمة رئيسها له تعليق كاشف منشئ. أيوة أنت لسه متأثر. نجيب الأستاذ محمد عثمان تاني. معرفش التصريح ده حقيقي على لسان، لكن اللي نسب إليه على السوشيال ميديا محدش كدبه. قال لك إحنا معانا واحد ما خدش صوت أخوه. هذا معناه إيه؟ لا مش مين. طب هتقولي هو يعرف ازاي؟ اقول لك يعرف ازاي. دلوقتي هم خدوا 6 اصوات. يعني انت تصور انت مترشح عشان تاخد 6 اصوات من الجمعيه العموميه في اخر وقت، فانت بتيجي بتقول ايه 6 اصوات؟ ايه ده احنا في 7 من اهل البيت. يعني 7 دول بتوعنا، لان احنا انا في النادي ده هيديني وده في النادي ده هيديله وده في النادي ده، يبقى في واحد منهم. لا مش بالضروره. عارف ليه؟ لانه كلهم جيء بهم من نادي واحد. ما هو ده كاشف المنشئ بقى. ايوه فواحد منهم 100% ما اداناش. يعني 7 اللي احنا ضمنهم احنا خدنا 6 منهم. ففي واحد ما اداش لاخوه. ومش متضايق، هو الراجل بيقولها كطرفه يعني. لانه الحقيقه تشعر وكانها نزلوا لاكتمال الصورة والوجاهة وتعلم الدرس من موضوع الأستاذ عمرو فاروق. أيوة. قال لك لحد ينط لنا. أيوة. يلخبط لنا الدنيا بالزبط. ما ننزل أي حد في آخر وقت. يبقى في شكل انتخابات. نكمل المسرحية. المسرحية. شوف مش عايز أسمي كده، خلينا دلوقتي نتوسم خير. في مجلس إدارة منتخب، وإحنا كنا عايزين كده بقالنا مدة. بالزبط. يعني عيب إن نقعد 3 سنين في النهاية خد شرعية. 3 سنين بلجنة. ولو ان خروج برضه اللجنه بمصلحيه. انت شفت عمرك حد خرج بمظاهره والعاملين بيحتفوا بيه وبيكرموه؟ بس دي روح كويسه يا سيدي عظيمه. بس حصلت لمين؟ يجوز ان العاملين شايفين ان ما يجوز يرجو انه يبقى مبدا ان كل ما حد يخلص نعمل له هذا المشهد ونكرس له هذا المشهد. صحيح. جميل ان الناس تبقى مدفيه بعض يعني. وبتشكر بعضها. لكن خلينا عندنا دلوقتي كل اللي مطلوب ان نتوسم خيرا. ونامل خيرا، ونامل ان الجماعه دي جايه تغير من نهج اداره كره القدم، وتغير من مفاهيم قطاع كبير جدا من الوسط الرياضي ينتابه الشك. هو ده هيبقى امتداد للسياسه القديمه وهناك البوبيت مان الذي يحرك الخيوط، ولا الناس دي بكياناتها المحترمه جدا اللي موجوده قادره مع رابطه الانديه، ولازم يحدث تنسيق. وهنا بيحضرني جمله برضو من الاستاذ جمال علام، قال لك بنفكر نمد للجنه. اذا هو اللجنه دي مصيرها في ايد الاتحاد الكوره ولا ليها الكتالوج بتاعها والنظام بتاعها؟ لا الحاجات دي متلخبطه، عايزه تحديد. لكن انا اتعاملت مع الاستاذ جمال علام، راجل محترم. وربما يكون اكتسب من الخبرات، ربما مجيئه يكون مفاجاه للناس، لكن هو النهارده مش مفاجاه لحد. هو الراجل ده ادار كره القدم لمده عدة سنوات، شخص محترم ومعاه ناس محترمة جدا. نتمنى ان هم يعني يثروا كرة القدم بحل مبدئيا المشاكل العالقة، ما
مشاكل كرة القدم المصرية معروفة أستاذ إبراهيم. ويحصل تعاون بينه وبين الرابطة، ويحصل تعاون بين الاتنين دول والاتحاد الإقليمي والاتحاد الدولي لما فيه صالح الكرة المصرية. طيب، انتهى منذ قليل الاجتماع الأول لاتحاد الكرة، أول مجلس إدارة ينتخب من بعد كأس الأمم الأفريقية اللي فاتت، لما تم إقالة أو استقالة مجلس إدارة المهندس هاني أبو ريدة، ودخلنا في ديلمة اللجان المعينة من قبل الفيفا في وصايا كانت معيبة جدا بحق الكرة المصرية اللي بتحتفل هذه الأيام بمرور 100 سنة على نشأة الاتحاد. فتخيلوا وإحنا بنحتفل ب 100 سنة نكون تحت الوصاية الدولية من قبل الفيفا وناس قبلت، ده معرفش إزاي. المهم انتهت هذه الغمة ومارست الجمعية العمومية سلطاتها الحقيقية والطبيعية، وانتخبت هذا المجلس لسنتين ونص قادمتين حين انتهاء الدورة. لكن المجلس الأول اللي اجتمع أو الاجتماع الأول للمجلس عين الأستاذ جمال علام رئيسا لبعثة المنتخب المسافرة السبت إن شاء الله إلى الكاميرون للمشاركة في كأس الأمم، ويرافقه اللواء حلمي مشهور، وكلفت الأستاذ خالد الدرندالي نائب رئيس الاتحاد بمراجعة كل العقود المبرمة من قبل الاتحاد مع كل الجهات والأطراف المعنية. وأيضا كلف المجلس الكابتن حازم إمام والكابتن محمد بركات بمراجعة كل البرامج الفنية الخاصة بالمنتخبات المختلفة وتشكيل أجهزتها الفنية اللي موجودة واحتياجاتها للمرحلة اللي جاية. وأيضا تكليف عضو المجلس بقى الجديد الحاج عامر حسين بمراجعة كل ما يتعلق بالمسابقات، لأنه طبعا الحاج عامر حسين موجود في رابطة الأندية منتخب أو مفوض مندوبا عن أحد الأندية، النهاردة هو هيكون ممثل لاتحاد الكرة في رابطة الأندية، يعني غير الصفة يا باشمهندس. طيب هيخش حد مكانه؟ لسه دي هيعاد بقى تشكيلها. طيب، بالنسبة ليه تعليق؟ وطبعا لكل المسابقات بقى هيبقى في 5 تغييرات في كل مباراة في كل المسابقات، سواء خاصة بالناشئين أو الدرجات المختلفة، علشان يكون أسوة بالدوري الممتاز. كان في تصريح مهم للأستاذ جمال علام إنه من أهم الحاجات اللي المجلس هيكون مهتم بيها الفترة الجاية إشهار وتأسيس روابط لبقية درجات المسابقة، يعني رابطة للأندية في القسم الثاني، رابطة لأندية القسم الثالث، رابطة لأندية القسم الرابع، علشان يكون هو ده الهيكل الإداري الاحترافي المنضبط. عندك رابطة في الدوري الممتاز المفروض كل درجات المسابقة المرتبطة بها لأن هي محترفة أيضا يكون عندها روابط مستقلة هي أخرى. شوف، طريقة توزيع المسؤوليات على الأعضاء فيها جانب إيجابي، إنها كل واحد في اختصاصه. كل واحد في اختصاصه، يعني العقود الأستاذ الدرندلي، النواحي الفنية للكباتن بتوع الكورة، النواحي الإدارية والمسابقات للأستاذ عامر حسين. وهنا يعني أما بيتقال اتحاد الكورة بيراجع من خلال الأستاذ عامر حسين إدارة المسابقات، هو الرابطة بتدير إيه؟ الدوري الممتاز. الدوري الممتاز. إيه يبقى ده خرج بقى الحتة دي. ماذا يدير اتحاد الكورة؟ كأس مصر والمسابقات التانية والنشئين. كأس مصر المسابقات والمنتخبات وقطاعات النشئين وقطاع والسيدات وكرة الشاطئية ومسابقات الشرف على مسابقات المناطق، نشر اللعبة بمعنى أي. أصح أي. وتطوير بعض اللوائح. لكن فيما يتعلق، عشان الناس ما تفتكرش إن ده يلغي أو ياخد جزء من اختصاص الرابطة، لا، ده ملوش دعوة، ده هو بالعكس اتجاه للتوسع في الروابط. يعني دي برضو خطوة شجاعة فيها نوع من يعني تحس ان هما مش التهافت على الاستحواذ، عايزين بقى نجرب زي رابطة الدوري الممتاز روابط باقي الدرجات، عشان كل مجموعة تختص بمشاكل الدوري بتاعها. طيب، بمناسبة دي كمان من أهم القرارات، وخلينا أقول لكم ده واحد يمكن يكون أهم قرار اتخذ في الاجتماع الأول النهاردة اللي أنا بحييهم عليه، قرار أنا شخصيا كنت انتقدت الصديق العزيز المهندس أحمد بجاهد فيه كتير وكتبت ضد هذا القرار. فكرة أن أنت تحظر انتقال الناشئين
بره مساحه معينه، الناشئ ما يلعبش بره محافظته، بمعنى انه الولاد اللي موجودين في الصعيد زياده عن 50 كيلو ما يجيش يلعب في اي نادي، فبالتالي ده كان نوع من التقييد لحركه الناشئين على الاطلاق، وكانت مساله معيبه جدا لدرجه انه في لعيبه او في ولاد ممكن يكونوا موجودين في قرى داخل محافظاتهم، بس المسافه اللي بينهم وبين النادي اللي موجود في المحافظه نفسها ما يعرفش يروحوا. دي كانت ده كان قرار غريب جدا وملوش تفسير، حتى وان كان بيغازل الانديه اللي في الاقاليم ان انا بحافظ لكم على اولادكم، بس هيودوا اولادهم فين؟ ما في النهايه لو القرار ده موجود محمد صلاح ما كانش يوصل للي وصل له، لانه المسافه ما بين نجريج في بسيون الغربيه وبين القاهره اكتر بكتير جدا من 50 كيلو اللي القرار ده حددها. فحسنا فعل مجلس الاداره الجديد اليوم بالغاء هذا القرار العجيب. ده انا ممكن انت فكرتني بحاجه، لقيت مكالمه ترو كولر بيطلع لي الاسم. ايه ده؟ معقوله؟ مين؟ عصام عباس. رئيس المقاولين السابق. فلقيت مكالمه فبقول الو، صوته زي ما هو بسم الله ما شاء الله بضحكته الجميله بحيويته. قلت له انا قلت الله انا هرد ليكون هو، قال لي هو. ايوه. بياخد رايي في مشكله. يعني دي برضو من القرارات الغريبه جدا. هي المشكله حفيدته بتلعب مثلا عندها 15 سنه في مسابقه 18 سنه. في دوري منطقه يعني. واظن هي تبع المعادي او حاجه زي كده. كسبوا 4-0 ولا 5-0. حصل احتجاج. راح كابتن احمد مجاهد قالوا لهم لغى الفوز واعتبر المعادي مهزوما 2-0. ليه؟ انا قلت له يمكن انت بتزور ولا ايه يا عصام بيه؟ قال لي بزور ايه؟ ده التهمه انها لعبت في السن الاكبر. الله. سنها اصغر من اعمل ايه؟ قلت له لا بتعمل ايه؟ لازم اولا تتظلم على هذا طبعًا. القرار، وبعدين الاستاذ احمد مجاهد ده 48 ساعه في انتخابات. فمش هيكون هو الموجود اللي بتتظلم، يعني زي ما تظلمتش النهارده هتروح لجهه ثانيه خالص. صحيح. فاعتقد انه عمل كده، بس انا برضو لفت نظري هو تزيير دلوقتي انك انت الصغير يلعب في الكبير. ها طب ازاي بقى؟ ده كده الاهلي مال لعب ازاي بالناشئين قدام الزمالك سنه 85؟ يعني هل في حاجه كده وايه فلسفتها؟ يعني ليه بنحجر؟ محتاجه تفسير، لازم نتكلم تفسير ليه بنحجر على المواهب؟ الا اذا كان في حاجه تانية غير كده، بس انا حبيت اذكر هذا الامر انه حيرني. كمان مجلس اداره الاتحاد في اول اجتماعه جدد الثقه في الاستاذ وليد العطار كمدير تنفيذي للاتحاد، لكن بمناسبه الاتحاد والمجلس الجديد، النهارده على الصبح كده على الريق كابتن احمد شوبير في الراديو عمل مداخله انا شايف ان هي كانت مهمه والكلام فيها كان مهم ايضا مع الاستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكوره، والكلام الطبيعي اللي هيثار كيف يمكن ان تسير علاقتك مع النادي الاهلي، عطفا على انه الراجل خاض الانتخابات الاخيره على مقعد امين الصندوق ولم يوفق، فبالتالي كان السؤال الواضح والصريح من الكابتن احمد شوبير، الناس هتتصور ان انت هتصفي حسابات مع النادي الاهلي. الحقيقه كان الرد الواضح والصريح من الاستاذ خالد الدرندلي، الاهلي ده بيتي، انا مدين له بكل حاجه، انا لا يمكن اقف ضد اي نادي في الاتحاد، لا يمكن ان انا اخد مواقف ضد اي نادي غير عادله، يعني غير عادله، فما بالك لما يبقى ده النادي الاهلي. فعلى الاطلاق مش هنشتغل الا بعداله وبنزاهه وبحرص على المصلحه العامه لكل الانديه، ولا يمكن ابدا يكون في التصور ان انا ممكن اكون ضد النادي الاهلي او اي مصلحه للنادي الاهلي او اي حق طبيعي ومشروع وعادل للنادي الاهلي، وده اللي النادي الاهلي بيأمله من كل الناس يا باشمهندس. ضيف على كده حاجه. ايوه. قبل انتخابات اتحاد الكره الذي اوحى لخالد الدرندلي ان يكون في القائمه ورحب بهذا هو النادي الاهلي. لان مهم انك الاهلي كل الناس بتقول للاهلي فين كوادرك في الاتحادات يعني. فهو في انتخابات النادي الاهلي هناك تصور المرحله دي عايزه كذا. ليس يعني طعنا في الثقه او في العلاقه. طيب لما يكون محتاجين رجالتنا بره الاتحاد
لا هو الاهلي يثق جدا ان الراجل ده بخبراته يقدر يفيد كره القدم المصريه. فما فيش يعني، هو كابتن شوبير عنده من الذكاء انه يهاجمك عشان يطلع الحقيقه. بس ده شغل صح يعني. وده شغل صح. طبعا. فهو يعني انا لازم والرد كمان لانه رد صادق، رد هايل، مفيش فيه التباس. طبعا. قال له بقى انا جاي احقق العداله لكل الانديه، حقر النادي اللي كنت صحيح. فيه. صحيح. مش منطقي. لا يمكن، لا يمكن. ومن ثم ده بقى يعني بدايه لمحاوله قرايه المشهد اللي جاي، لانه العلاقه ديت مؤكد انها تكون مرصوده، والمؤكد انها تكون مستهدفه، والمؤكد انها هتلاقي ناس تنفق فيها. بس حبينا بدري ده دلوقتي ممكن يحصل الشيء وعكسه. يعني اذا اعطي للاهلي حقا يبقى اصل الدرندالي. طب اذا لم يعطى للاهلي ما يريده. طبعا ما هو موقف. ايوه. دعوا الناس تشتغل، والمسائل على فكره بتبقى واضحه جدا، لان الاهلي ما بيتمحكش غير في حقوق واضحه صريحه يكون له حق واضح فيها. دي كانت نقطة مهمة جدا على مسألة اتحاد الكورة، لأنه كمان عندنا أمل كبير أنه هذا المجلس الجديد يقدر فعلا يعزز الثقة في التحولات اللي بتحصل في الكرة المصرية، يبدأ ينظم مسابقات الناشئين بشكل أفضل، يبدأ مسابقة كاس مصر تبدأ تنتظم أحسن، المنتخبات يبدأ يبص عليها بشكل أفضل، التحكيم ملف التحكيم لوحده أتمنى أنه يحظى بالاهتمام الكافي من قبل الاستاذ جمال علام ومجلس ادارته. تعرف يا استاذ ابراهيم، اذا اردت ان تصلح حال التحكيم لابد من استقلال هذه اللجنه تماما. انا كنت في برشلونه يعني بتفسح من كام سنه، صديقنا الاستاذ كرم البلد. كنت رايح تجيب ميسي صح؟ كنت رايح اجيب ميسي لبرشلونه. فقال لي انا هعمل لك زيارتين مهمين، زياره ثلاث زيارات الحقيقه، لمنطقه كاتالونيا ولجنه التحكيم اللي هي في مبنى مستقل خالص اكتشفت، وبعدين نادي برشلونه. والراجل اوفى بوعده وعملت الثلاث زيارات. لفت نظري ان اللجنه استقلال كامل كامل بمبنى مستقل ما لهمش دعوه بيه، بلوائح هم بيحطوها وطريقه التظلم على قراراتهم منظمينها، والدنيا ماشيه بشكل ما يخليش حد يشك في ان في ضغط عليهم من اي جهه. اتمنى ان المشهد ده ينتقل الينا يعني. نتمنى. مجلس اداره الاستاذ جمال علام، هو رئاسه جمال علام، نائب الرئيس الاستاذ خالد الدرندلي، والاعضاء اللي هو محمد حلمي مشهور، والاستاذ محمد ابو الوفا، والكابتن حازم امام، والكابتن محمد بركات، والزميل ايهاب الكومي، والمهندس عامر حسين، والاستاذه دينا الرفاعي. الجمعية العمومية انتخبت هذا المجلس بأغلبية ساحقة، أخذوا بالضبط 109 أصوات من 116 صوت شاركت في الانتخابات، في محمد إبراهيم بقيمته أخذوا 6 أصوات. هذا الانتخاب كان في صوت بطل يعني. هذه الانتخابات كانت بالقائمة، لكن خدوا بالكم حاجة، خلي بالك يمكن ده الصوت اللي ضيع منهم. القائمة الثانية هي كلها من منطقة واحدة، كلهم من سوهاج، اللي مش من جهينا، من اعتقد المراغه، كلهم من منطقه واحده، من اخميم والمراغه بالظبط نفس المنطقه جت القايمه بالكامل. المراغه ده كنز مواهب. ثلاث لعيبه دوليين من المراغه. عارفهم مين؟ كابتن احمد حسن. لا مغاغه بقى. مغاغه انت جيت من سوهاج للمنيا وعديت على اسيوط. ماشي. هي عندك دي في اسيوط مغاغه؟ لا مغاغه المنيا. امال دخلت اسيوط بس؟ المراغه. ما انا بقول لك انت عديت قفزت من قفزت من سوهاج للمنيا. دخلت لي اسيوط عشان بلدك يعني؟ لا عشان القفزه كانت كبيره. ماشي. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم جدا. مغاغه. اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي بدا التدريبات للتجهيز للفترة اللي جاية، انتوا عارفين هينتظم الفريق باللعيبة المتاحة، ناقص 9 لعيبة أساسيين في المنتخبات المشاركة في الكأس الأمم الأفريقية، لكن لفت نظري مجموعة حاجات بمناسبة هذا التدريب. والحقيقة يعني لما يبقى المسألة غريبة لازم نقف عندها، لقيت الكابتن شوبير في يومين ورا بعض في الراديو الأهلي بيستأنف تدريباته بدون مدرب. ايوه يا جماعه بجد بدون مدرب. الامر فعلا
طرح يستاهل ان احنا نقف عنده. الخواجه موسيماني في بلده جاي بكره، وسامي قمصان في مهمه عمل خاصه خارج البلاد، ازاي الاهلي بيتدرب بدون مدرب يا باشمهندس؟ ما احنا بنتحرك كل حاجه. ايوه ارجع لقرار الاجازه من الاول. اه الفريق الاول في اجازه لحد يوم 8، يعني 8 يناير 8 يناير اه 12 يوم. تمام. ووقتها قيل كده تحديدا، ولكن في مجموعه تبدا يوم 4. ايوه. اللي هيبداوا يوم 4 مين؟ أيوة. الناقهين اللي هم الناقهين راجعين من الاصابه، اللي راجعين من الاصابات وفي فتره التاهيل. ايوه. الصاعدين اللي هم بيتجهزوا عشان الفريق الاول، تجهيزات بدنيه فقط. اه. وتدريبات كلها تدريبات فاش تاكتيك. آه. يعني مش تدريبات على اداء. آه. مفيش تقسيمات. دي كلها عباره عن تجهيزات بدنيه ومهارات. واللعيبه اللي هي بقى لها مده ما لعبتش. ايوه. ومحتاجه تاخد جرعات تدريبيه اكتر من المجموعه المنهكه المرهقه من تتالي المباريات. فادولهم 4 أيام زياده. طيب لما المدير الفني بيسافر ها او يكون كده بيحصل ايه؟ بيبقى في برامج، بيبقى مسيب لهم برنامج تحت اشراف المدربين المختصين بهذا النوع من التدريبات. ايوه. فهو مش هو من غير موسيماني وسامي اه، لكن مش من غير المختصين اللي عندهم برامج. يعني النهارده الكابتن وليد محتاج بقى له مده محتاج جرعات اضافيه في محمد محمود محمود وحيد بقى له فتره كان في الجيش، اللي هي محتاجه تزود بدني زياده عن المجموعه الثانيه عشان لما ترجع تلحم مع المجموعه بقى الثانيه اللي هي رجلها في الملعب وفي الماتشات يبقوا في تجانس بدني. فهي مساله يعني انه هذه المجموعه يا جماعه عشان ما يتقالش الاهلي بيتدرب بدون مدرب، لا بيتدرب تحت اشراف المعدين اللي خاصين بالتأهيل البدني بمتفق عليه. ولذلك حتى كانت الفقرات الثابته ليهم بيدخلوا الجيم وبعد كده تدريبات الجري وبعد كده بيلعبوا شويه تنس مع بعض. ده جزء من البرنامج البدني للتأهيل لزياده جرعات بدنيه معينه ورفع معدلات اللياقه. فما فيهاش لا تكتيك ولا كوره ولا فنيات، لان مش حقيقة يقعوا في السقطه دي. يعني دي جهاز فني بهذا الشكل وكابتن سيد الحفيظ وفي لجنه تخطيط ولجنه، مش هيقعوا في هذا الامر. طيب بكره هذا المران اجازه، بكره راحه، يعني هم بيتمرنوا من يوم 4 راحه الجمعه والسبت يبداوا مع كل الفريق. موسيماني بقى، يعني انا في لقطه جه فيها مسح حسام حسن. ايوه. حسام حسن قاعد وغضبان وما بيلعبش ومش عارف ايه. الراجل كان مصاب وراجع من الناقهين يعني. هي الناس اللي بتحب انها تفسر الامور بالطريقه اللي تحولها الى خبر صاخب. نرجع للخبر. طب ارجع لك للخبر. الخواجه بيتسو موسيماني جاي بكره. جاي بكره. وعشان يقود التدريبات. ايه بقى اللي اتقال على انه موسيماني شركه الكوره بتضغط عشان ما يجددش؟ ايه؟ طب عرفوا ازاي؟ يعني انا عايز اعرف استاذ ياسين مثلا او الاستاذ عمرو شاهين مدير التنفيذي تواصل مع فلان تحديدا وفلان وقال لهم خلي بالكوا احنا مش عايزينه؟ بنضغط. هل ده كلام يخش عقل مين؟ يعني انت الكلام ده مين اللي اولى بيه؟ مش اعلام النادي الاهلي؟ طب. يعني يوم ما يكون دي حقيقه خروجها يتم ازاي؟ مش من خلال اعلام النادي الاهلي؟ طيب بالنسبه لمصير موسيماني يا جماعه بوضوح، مستر بيتسو موسيماني مستمر مع الاهلي لنهايه عقده نهايه هذا الموسم، وده اتقال من الاول. الامر النظر في التجديد باذن الله تعالى بعد المشاركه في كاس العالم للانديه. دي مناسبه مهمه، هل ده حدث مهم، هل دي مرحله مهمه. هل ممكن انت تاخد من انتباه بيتسو وهو داخل على هذا التحدي على الغير اللي في ظروف غير طبيعيه ونقعد نتكلم قاعد ولا مش قاعد ويبقى ماشي وهو عكس الراجل بينه وبين الاداره والمجلس واللجنه؟ لا يعني عايز اقول ايه، ما نخلي كل واحد يعمل شغله. يعني النادي الاهلي عارف امتى هيتكلم وهيتكلم يقول ايه، وطبعا
بيتسو موسيماتي عنده تصورات هينقلها. امتى يحصل هذا الكلام؟ مين الجهات اللي هتتولى العمليه دي في النادي الاهلي؟ لجنه التخطيط ولا شركه الكوره مع الكابتن مع موسيماني في وجود سيد؟ يعني هذا كلام نسيبه للنادي الاهلي، هو عارف النادي الاهلي هيعمل ايه بالظبط، زي فكره علي معلول. علي معلول علي معلول طب الموضوع طلع انه خلصان طيب قول لي كهربا. كهربا ايوه، لان كهربا هو تحول الى موضوع على السوشيال ميديا اكتر منه من اي حاجه. اها، قضيه سوشيال. كهربا عايز يلعب، شيء طبيعي. في تصور فني دلوقتي في ضوء القائمه الموجوده مرحليا ممكن الاعتماد عليه مش هيبقى بالدرجه التي تشبع كهربا. كهربا وتشبع اللي بيحب كهربا. ما في ناس عايزه تشوف كهربا في الملعب، كلنا صحيح. عندنا لعيبه مفضله نحب نتفرج عليها يعني. هذا وضع طبيعي يعني. صحيح. لكن دائما الاداره مش ماشيه بمزاج اللي زعلتنا. اللي انتوا عايزين ايه؟ مش بالجمهور. مش بالجمهور ولا حتى المقربين. لا طبعا. يعني ياما اتكلمنا واحنا مقربين كان بتبص لنا بضحكه كده ساخره. كابتن حسن كان بيقول لك ايه؟ كابتن حسن ما تتكلمش الكوره ما تتكلمش في الفنيات يعني. انت قلت له قلت له انا بقول لك واحد سريع وطويل وهيضر. ايه الفنيات اللي هنا؟ ده انا بحكي لك. هو انا لما يجي لي واحد يتقدم لخطوبه حد واقول لك ده بيشتغل كذا وبياخد كذا ما تتكلمش في العرسان بقى. قلت له هتكلم في الفنيات، قعد يضحك. قلت له ده الناس في القهوه كابتن بتتكلم في الفنيات، ورغم كده انا بدي لك مواصفات لاعب انا جايبه لك عشان يشد انتباه اللجنه وتبحث وراه وتكلف الناس. فضحك بقى طبعا وقال طيب يعني قول. كان الكابتن صالح يقول لي يا اخويا قول بتفهم. قول لي ها كهربا. لا مش كهربا يعني. لا كهربا طبعا في حاجه، كهربا في حاجه العرض التركي بي في حاجه بس خلص سيارة. خلص احنا صدقنا لسه يعني ساعات. سالنا الاجرائيا يعني المبدا موجود والاطراف كلها يعني شايفه انه حل جزئي ست اشهر، لدرجه كان يعني وطلعت الصوره دي وهو قاعد بيمد وهو مهتم انه يرجع تعاقده عشان يطلع عاره يعني. هو مهتم انه يرجع، ما هوش عنده غضاضة الراجل في هذا الامر، بالعكس شايف ان فرصه ربما تعيده الى المشهد بشكل اكثر يعني يبقى اكثر قناعه للجميع. فنتمنى برضو ان الموضوع ده يعني مش هننفع نتكلم فيه كل دقيقه، لكن الكلام المهم في موضوع الكهرباء للي بيحاولوا يصطادوا في الميه اللي معتقدين ان هي عكره وما هياش عكره. شفت عملوا فيك ايه؟ شفت كنت عندنا بنعمل ايه؟ يا جماعه قضيه كهربا كلاعب مهم، لاعب موهوب، لاعب عنده قدرات، هي قضيه نظام. قضيه النظام الاداري الحاكم للنادي الاهلي. المدير الفني صاحب قرار. انت عارف المدير الجملة الفني دي؟ عنده اختياراته. الجمله عنده دي مهمه جدا يا ابراهيم. يعني انت لما تيجي تقول كده كان عندي والراجل كان في جنة، يعني هو فضل نار الأهلي عن جنتك؟ ما هي نار الأهلي اللي هي إيه؟ أيوه. الصرامة والنظام الانضباط وكل واحد عارف طريقه. المدير الفني ومدير فني، القرار بتاع المدير الفني رسم الحدود. إذا كان ده جهنم يبقى جهنم الأهلي قد يكون أفضل من جنة الآخرين. اللي هي اعمل اللي أنت عايزه. أيوه. وأنا هعمل اللي أنا عايزه معاك برضه. أيوه. واخد بالك؟ ما بعمل إيه؟ يعني المهم مش عايزين نخوض في الاخرين مقارنات، لكن هي الفكره كلها ما يتعلق بعلاقه كهربا مع الاهلي وعلاقه كهربا بمسؤول النادي وبقيادات النادي وبلجنه التخطيط وبالجهاز الفني، علاقه فيها كل الاحترام والتقدير، لكنها بتؤكد من جديد على حوكمه النظام في الاهلي. حوكمه بمعنى انه في اطر حاكمه ما حدش بيتجاوزها. المدير الفني صاحب القرار الاول والاخير. ممكن يكون لجنة التخطيط لها رأي في اللاعب، ممكن يكون في ناس في النادي عندها رأي إن كهربا لعيب كويس، هو لعيب كويس، المفروض يلعب، المفروض يلعب، لكن مين اللي هيلعبه؟ وممكن يكون عندها تساؤلات مين اللي هيلعبه؟ المدير الفني، فالقرار قرار المدير الفني، ترتيب الأولويات في المرحلة دي عند المدير الفني، فبالتالي قرار المدير الفني أيًا كان هو مين، أنا قلت لكم قبل كده ريحوا دماغكم. نظام الحاكم للنادي الاهلي خلى الكابتن محمود الخطيب وهو عضو فاعل في لجنه الكوره معاه كابتن طارق سليم عليه رحمه الله
ومعاه الكابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحة وطولة العمر. مانويل جوزيه مقدم تقرير واحد من المستغنى عنهم أسامة حسني. أنت عارف إن دي أول حد مضى على قرار التقرير الفني للمدير الفني عشان يرفع الحرج على الكبيرين الكابتن طارق والكابتن حسن كان الكابتن محمود وكان الخطيب. وكان لسه داخل الجوز جديد. آه. يعني عايز أقول إيه؟ القرار ده جانب بقى القرارات التاريخيه اللي بنرجع لها كل شويه، الاهلي يلعب الناشئين علشان حصل تمرد غير مقبول وخرجوا يوم يتمرنوا بره النادي الاهلي، ما طلعش حسين حجازي يستلم المدير، كل دي محطات تاريخيه. لا ده واحد من القرارات المخفيه اللي الناس تقف عندها. انا مسؤول وجوز بنتي بيطرح وهو هداف الفريق انه ما يتجددلوش. هو ده النادي الاهلي يا جماعه. وبالمناسبه استاذ ابراهيم حجازي عليه رحمه الله اللي كانت جنازته امبارح، ربنا يا رب يتولاه رحمه الله واسع رحمته. وجود مندو ابنه ناشئ الاهلي وهو في مقدمه الصفوف بيتلقى العزاء، كان الكابتن محمود الخطيب واقف ياخد عزاء والكابتن حسام غالي، والحقيقه كل الناس لانه قد ايه الاستاذ ابراهيم حجازي عليه رحمه الله كان غالي عند الناس كلها الله يرحمه. بس وجود مندو وهو ناشئ في الاهلي طوال سنواته وده ابن الاستاذ ابراهيم حجازي اقرب المقربين من الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب. ايوه. عمق علاقه يمكن تشوفوها في المسجد في الجنازه قد ايه الكابتن الخطيب بكاه وقد ايه كان متاثر، لانه فعلا ابراهيم حجازي غالي عند الناس كلها الله يرحمه. لكن ابنه وانا بقول لكم ده اقرب المقربين. ابنه لما للدرجه الاولى وما كملش تم الاستغناء عنه. انت عارف يا استاذ ابراهيم بمنتهى الوضوح لانه ده النادي الاهلي وده النظام. واحنا بنتكلم على مين؟ اه اصل ماندو ده قصه ليه علاقه وثيقه بيها. ايوه. انا ماندو كان بيلعب في المعادي. ايوه. وبعدين كنا على المستوى الاسري رحمه الله عليه الاستاذ ابراهيم حجازي وربنا يديله الصحه هشام سعيد. أيوه. وانا ثلاثي. أيوه. يعني مرتبطين شويه عائليا وعائلاتنا ترتاح لبعضها. فكنا باستمرار عند بعض يا هنا يا هنا يا هنا. فالاستاذ ابراهيم كان عنده في القناطر يعني مكان منتجع صغير كده في ملعب، فشفت ماندو بيلعب وبتاعه لقيته عنده مهارات هايله جدا بتلعب. اتضع انه بيلعب في المعادي. قعدت ازن عليه طلعتها في دماغه، هو انت ابراهيم ابنك يعني انت ليك تأثير ولا مالكش تأثير؟ يا عم تعالى العب في الأهلي. كان تحت 18 يا دوبك هيطلع 18. جه من النادي الأهلي و 18 و 19 و 20 هو هداف الفريق. مش هداف الدوري بتاع الناشئين. يعني مش لعيب فالصو يعني. أيوه. أو متجامل يعني. أو إحنا حد ده هداف وتصعد للفريق الأول وقعد مدة مع الفريق الأول. أيوه. في الفريق الأول كان مرعب وقتها. أيوه. الدنيا زحمة. انت كملت ما يعني مش في النادي الاهلي الحوكمه. ايوه. ها مصلحه الاهلي طبقا للرؤيه الفنيه اللي في ايد مين؟ المدير الفني. المدير الفني ايا كان هو مين؟ المدير الفني والاجهزه الفنيه. ما هو ممكن تناقشه. مش معنى كده انك هو يجي يقدم لك ورقه تقول يعتمد ولا يبقى لازمته. لا تناقشه. تناقشه وتعرض له وجهه نظرك. ايه مبرراتك؟ ايه مسوغاتك؟ طب مين هيجي يقول لك ايه؟ كانوا بيجيبوا كده بلانشيتا وعليها المراكز. راس المرمى انا عندي فلان وفلان وفلان، طب احط ده في ايه؟ طب هايل لعيب كويس جدا. لو كان في بقى نظام الاعاره بتاع دلوقتي كان يمكن تغير تاريخ لاعب لاعب زي ماندو. كان هيعار سنه ولا بتاعه ولا اتنين ويرجع. فالدنيا وقتها كانت محكومه بالظرف. فحافظوا للاهلي على هذا النظام، على الحوكمه اللي موجوده، كل طرف مسؤول في اختصاصاته ومحدش له انه يتدخل فيها، لكن احنا بنحاول نستوضح الحقائق زي ما اتقال مثلا محمود فتح الله مدافع غزل المحله الاهلي مضاه، ايه الحقيقه؟ مثلا دي مثلا لا مش مثلا قول لي حصل ولا ما حصلش. اديك مثلا اهو على على الناس تعرف كل حاجه الا المسؤولين في الاهلي. كاماتشو ده لعيب كويس جدا. لعيب بيدي لك احساس بان هو اهو من ضمن الاخبار اللي على المواقع. في طمش. الكابتن وائل جمعه من نفس النادي ونفس القوه البدنيه ونفس طيب الاهلي
اتفق معاه؟ لا لا طبعا خالص. الاهلي له محددات وعارف هو محتاج مين وعنده لعيبه من ولاده هترجع له. هو مش عنده في المركز ده بس مش بيكدش لعيبه. لعيب كويس جدا مؤكد. لا يعني عندما يكون في ظروف زي اللي جه فيها الكابتن وائل جمعه كان ممكن يبقى من اول القرارات. لكن هذا لم يحدث حتى الان. واذا كان هناك كلام مؤكد المحله هتعرف بيه، زي ما قال رئيس النادي المحله عندما سئل فاز قال لهم النادي الاهلي نادي محترم ولما بيعوز حاجه بيتكلم وفي وضوح. اذا الاهلي لم يتعاقد مع محمود فتح الله مدافع غير وانا سمعتك بنفسك عشان ما تفتكرش ان انا بفتي. تمام محمد فتح الله. تمام محمود فتح الله مدافع الزمالك وبرده من المحله وبرده كان هيجي. لا ده جه لاخر وقت. أيوة مانو جوسيه وقتها بعد ما عايزه ودخلنا فيه وكان وقتها قبل ما يروح الزمالك المحل عايز 5 مليون جنيه. كان مبلغ مرعب. وهو الحقيقه الراجل كان شاري يعني. ولعيب منتخب الاولمبي وشيعك شخصيه مهذبه في من شبه النادي الاهلي يعني. فضغطنا جامد جدا جدا وقربنا المسافات وداخلين بقى تقريبا مقفلين الموضوع. فوجئنا بمانو جوسيه وكأنه قد اكتشف اكتشافا. قال انا معلش حساباتي اتغيرت. ليه؟ قال انا طالع لي لعيب اسمه محمد سمير من الناشئين انا متوسم فيه انه هيبقى يسد لي النقص اللي انا عايزه، فطالما عندي حد من الناشئين هنعتذر. اذا سمير منع انتقال في اليوم الاخير محمود فتح الله للاهلي في اليوم الاخير. يعني كان كابتن هادي هو المنسق. وطبعا هو راح الزمالك والزمالك كسب هذه الصفقه. صحيح مش عايز مناقشه. صحيح لعيب رائع جدا خلقا من ناحيه فنيه. طبعا انضباطا ما فيش مشاكل من ناحيته. صفقه كنت اتمناها الا الظرف اللي بيحكم. طيب مين تاني اطمنا عليه؟ عايز ايه؟ فكرني عايز ايه وانا اقول لك. يعني على فكره يا جماعه مش معنى كده ان انا ايدي في الليله دي انا خلاص اعلنت اعتزالي على الهوا هنا وانا مش ماليش صفه رسميه دلوقتي الا في الجانب الاعلامي، ولكني هذا لا يعني ان انا مش مهموم بشؤون الاهلي واسعى الى معرفه الحقيقه وبتتقال لي بوضوح. عايز تسال في مين؟ ده كده الامور واضحه جدا اعتقد وضحت تماما في كل ما يتعلق بهذه الاخبار اللي المهندس عدي استهل الاهلي يعمر بيتك فاتح كل البيوت لانه فعلا الكل يقتات على مثل هذه الشائعات. صحيح انه يعني بعضها بيلبس احيانا لازم انت ما تسيبش واحده لكنه من ضمن خد اللي عندك وخد من انا ومالكش دعوه مفيش احتمال. ولو الناس مسكت على فكره لو عملنا حلقه ربما تاخد حلقات لو جبت لكل الناس بتاعه خد عندك وخد من انا وما تسمعش الكلام ده اللي عندنا هتضحكوا كتير جدا. هو انت ليه مش عايز تقول اشتري مني؟ اشتري مني ده من التعبيرات الشائعه. اشتري منه. طيب ده كان كلام مهم جدا لكن للفرز يبقى هناك كلام كثير في الغربال الإبداع في زمن الجائحة. من أول ما فيروس كورونا عافاكم الله وحماكم جميعا ضرب العالم اقتصاديات الرياضة في العالم اقتصاديات الدول على فكرة مش الرياضة بس اهتزت بشدة لدرجة ان احنا شفنا أندية عالمية كبيرة عندها اقتصادات ضخمة جدا جابت لاعبتها وخفضت عقودها وشفنا هيئات ومؤسسات كتيرة جدا خفضت رواتب وخفضت مزايا كتيرة مادية إلا النادي الأهلي. إلا النادي الأهلي مجلس إدارته كان عنده قدرة على استنباط أفكار جديدة لتنمية موارده. فاكرين انتوا تابعنا الكابتن محمود الخطيب وقد ايه قعد مع مجلس الاداره ومع لجنه تنميه الموارد ومع كل الكيانات الاقتصاديه في النادي بحثا عن تعظيم موارد النادي واستنباط افكار جديده تحقق موارد اضافيه للنادي الاهلي.
في فترة بقول لكم العالم كله بيهتز اقتصاديا، كانت النتيجة أن الأهلي استحدث نظام الوحدة الاقتصادية وقدر يخلق موارد جديدة جدا، تعاقد عليها مع شركة وطنية محترمة بحجم شركة استادات علشان يعظم موارده ويحقق إضافة كبيرة ما كانتش موجودة في ظروف الرخاء. بص الأهلي بيوجد هذه الميزة وهذه الوحدة الاقتصادية في عصر الأزمة، هو ده في عصر الجائحة. من هنا كان الإبداع، من هنا كان الإبداع الرياضي، إزاي وأنا في عز هذه الأزمة أستنبط أفكار جديدة جدا، حلول مضافة، مش بحافظ على اللي عندي بس، لا ده أنا بوجد حلول مضافة تحقق لي طفرة ونمو اقتصادي كبير. من هنا استحق الأهلي ومجلس إدارته جائزة الإبداع الرياضي، جائزة محمد بن راشد المكتوب. في مثل عالمي، ايوه، الحاجه ام الاختراع. الحاجه طبعا، فالضائقه هي اللي بتخليك لما يكون عندك ذهن متوقد وعندك شغف وعندك القدره على الابداع انك تروح في الحته دي اللي تؤهلك في النهايه عندما تقيم الناس افكارك واعمالك تكسب جائزه محمد بن راشد. دي جائزه الابداع الرياضي حصل عليها النادي الاهلي كما اعلنت اداره الجائزه. الجديد فيها انه يوم الاحد الجاي ان شاء الله سوف يحتفل في دبي بتسليم جوائز الفائزين بجائزه الابداع الرياضي، وان شاء الله الكابتن محمود الخطيب هيسافر الى دبي لتسلم هذه الجائزه اللي بتكشف الى اي مدى يتمتع مجلس اداره النادي الاهلي بالقدره على الاداء المتميز. انت مش بس بتحافظ على كل حقوقك، انت مش بس بتحافظ على حقوق العاملين فيك، انت مش بس بتأدي رسالتك على اكمل وجه تجاه المنتخبات الوطنية والمنشآت الرياضية وهذا التناسق والتناغم التام مع توجهات الدولة في المزيد من الإعمار والتعمير، وفي زمن سريع جدا فيه من الجودة والقدرة على الانتاج السريع والانجاز المتميز، لا انت كمان بتضيف إلى البنى الاقتصادية بتاعتك وحدات اقتصادية مضافة. فاستحق الأهلي جائزة الإبداع الرياضي اللي بقول لكم في المؤتمر الصحفي اللي عقده سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، كشف عن فوز الأهلي بالجائزة عن المجموعة الاقتصادية للنادي التمويل الذاتي. وحدد مجلس دبي الرياضي 9 يناير الأحد إن شاء الله موعدا لإقامة حفل كبير ليتم فيه التكريم وتسليم النادي الأهلي جائزته على رأس المكرمين. فوز الأهلي بجائزة محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي جه كمان بعد فوزه بلقبي دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين. التفوق الرياضي كمان مع الإبداع الإداري والاقتصادي شوف بيتحقق برغم ضغوط الجائحة، بالإضافة للفوز بالسوبر الأفريقي والفوز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية. كشفت جائزة محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي العالمية عن فوز فريال أشرف لاعبة منتخب مصر للكاراتيه بعدما حصلت على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، كما فازت أيضا آية مدني بالجائزة لكونها أول عربية وأفريقية تنتخب كرئيس لجنة اللاعبين وعضو المكتب التنفيذي. تفاصيل كثيرة في ثنايا جائزة الإبداع الرياضي معنا من دبي زميل العزيز والصديق الأستاذ محمد القوصي عضو الفريق الإعلامي لجائزة الإبداع. أستاذ محمد مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم، تحياتي ليك وتحياتي الكبير أستاذنا الغالي الباشمهندس عادل القيعي، وبوجه تحية الجمهور الأهلي ولمشاهديكم في كل مكان. صوتك ما شاء الله بيجلجل رغم أن أنت عندك ساعتين متأخرين، مش كده يعني المفروض تكون نايم؟ ما هعمل إيه يا أستاذ إبراهيم، أنا قادر أتأخر عمايك وكتبه. طيب ماشي، قول يا مبدع، قول 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 يعني الاول يعني كيف فاز الاهلي بهذه الجائزه يا استاذ محمد، وترتيبات اجواء الاحتفال عندك عامله ازاي؟ تمام، بس خليني قبل ما اخش لك في الجائزه في نقطه مهمه جدا ولحظه تاريخيه في الامارات بتعيشها بكره. لاول مره في تاريخ دوله الامارات يوم الجمعه يوم عمل اللي هو 7 يناير 22
ما حصلتش في التاريخ، اول مره هيطبق هذا اليوم النهارده واحنا جايين. يعني برضو في حاله جديده جدا في الامارات، يعني في حاله في الامارات، يعني اليوم الجمعه ده بالنسبه لنا كعرب وكمسلمين الحقيقه ما حدش يفكر انه مش اجازه خالص يعني. فان شاء الله بكره العمل هيبدا، او الدوام الحكومي في الامارات هيبدا من الساعه 7:30 لغايه الساعه 12 ظهرا، وبالتالي يكون اسبوع العمل في الامارات من الاثنين للخميس زائد نصف يوم الجمعه. والاجازه سبت وحد. والاجازه سبت وحد بالظبط، وده لاسباب اقتصاديه بحته مهتمه بها دوله الامارات. خلوني بقى اروح للاهلي وابداعه وجائزه الابداع الرياضي. الاهلي توج بالجائزه المرموقه دي كافضل مؤسسه رياضيه عربيه، ليبقى الاهلي على القمه وصاحب الرياده والتفوق والتميز والابداع، خصوصا ان الاهلي النادي العربي الوحيد اللي قدر ياخد الجائزه دي مرتين، مره في 2013 عن ابداعه في 2012 لما فاز بدوري ابطال افريقيا بعد طبعا الحادثه الشهيره اللي تعرض ليها جمهور الاهلي في المذبحه اللي راح ضحيتها 72 شهيد من شهداء الاهلي عليهم رحمه الله، وفاز بيها في 2013 وهذه المره الثانيه ولم يسبق لاي. واحد الاسباب الهامه لفوز الاهلي بهذه الجائزه انذاك ان مفيش دوري، ده انت بتكسب بالظبط بدون مسابقه محليه. هو ده الابداع، يعني فكره الجائزه دي يا باشمهندس وفلسفتها بتقوم على عمل شيء غير مسبوق، عمل شيء غير خارج الصندوق، عمل شيء مختلف، عمل شيء في ظروف صعبه زي الجائزه اللي خدها الاهلي السنه دي اللي هيحصدها في 22 دي، ان الاهلي عمل في ظل جائحه كورونا وازمه كورونا والكوارث اللي احاطت العالم كله وكورونا اللي عجزت العالم كله، ان عمل حاجه اسمها المجموعه الاقتصاديه للنادي الاهلي بمبادره التمويل الذاتي، ودي كان فيها نوع من الابتكار، نوع من التميز، نوع من العمل المؤسسي، مبادرة اقتصادية خلت الاهلي يبقى واقف على رجليه وصامد في مواجهة عواصف كورونا اللي عصفت بمعظم، يعني شفنا برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان كل الاندية العظيمة. طب حد يطلع دلوقتي يقول لك يعني الاهلي هو الوحيد اللي نجا؟ نعم الاهلي هو الوحيد اللي قدر يعدى، بدليل ان النادي الاهلي الوحيد الذي لم يخفض راتب عامل او موظف او يؤخر راتب لاعب كرة قدم او مدرب. مش معناه عن نقطة مهمة جدا جدا يا استاذ محمد دي بالظبط، ما سمعناش عن شكوى للاعب تاخرت مستحقاته، ما سمعناش عن شكوى لمدرب تاخر راتبه، ما سمعناش عن اي حاجه حتى في الفرق الاخرى اللي هي الالعاب الاخرى اللي هي دون كره القدم تسير على نفس المستوى وعلى نفس النسق. وفوق هذا النادي الاهلي بهذا الملف وهذه المجموعه الاقتصاديه وهذه المبادره النابعه من التمويل الذاتي قدر يعمل انشاءات عظيمه جدا في كل فروعه، في الجزيره شاهدناها وفي زايد شاهدناها وفي مدينه نصر شاهدناها وتقريبا اوشك على افتتاح الفرع اللي موجود في التجمع الخامس. كل هذه الاشياء تجمعت عشان تخلي الاهلي مؤسسه مبدعه بتبتكر حلول غير يعني عاديه وبتحل بيها مشكلاتها وبتقفز فوق الواقع المؤلم عشان تحقق نجاحات كبيره جدا، بدليل ان الاهلي بهذا الملف الاقتصادي الكبير وهذا التمويل الذاتي الفكره العبقريه اللي اتعملت قدر ياخد بطولات محليه وقدر ياخد بطولات قاريه وقدر يحصد دوري ابطال استاذ محمد بعضهم في ظل ازمه كورونا. ايوه يا فندم. الأهلي بهذا التتويج وهذا الاعتراف هو دولي أو إقليمي في مجال يعني مختلف برضو بشكل إن هو الرائد، هو النموذج، هو صاحب الأرقام، ما هو صاحب رقم قياس أهو مرتين بيكرم أهو. طبعا كيف كان وقع أو صدى هذا التتويج الجديد؟ هل كان له صدى في الشارع أو في الإعلام أو في الأوساط المؤسسية الرياضية؟ نعم له صدى كبير جدا. هفضلك من الصدى هنا في الإمارات، الحقيقة الأهلي هنا بيحظى بتقدير كبير جدا جدا جدا، وحضرتك تعلم هذا وكلنا نعلم هذا، الأهلي اسمه كبير قوي الحقيقة وبيحظى بتقدير حتى المؤسسة أو جائزة الإبداع الرياضي. الأهلي له قيمة كبيرة جدا، ويمكن كابتن محمود الخطيب إن شاء الله سيصل إلى الإمارات غدا الجمعة بإذن الله، ويمكن وصل النهاردة معايا على نفس الطيارة الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي موجود برضه
باذن الله هيكونوا هم اللي هيتسلموا الجائزه، كابتن محمود الخطيب اللي هيتسلم الجائزه. شفنا الاعلام الاماراتي اهتم جدا بهذا الحدث وفوز الاهلي بجائزه الابداع الرياضي، اهتمام كبير جدا لحظه اعلان الخبر في شهر 11 الماضي. الاعلام المصري ايضا كان ليه صدى كبير جدا واهتم كتير جدا بهذا الحدث، لان الحقيقه جائزه محمد بن راشد للابداع الرياضي جائزه ليس جائزه اماراتيه، بل هي جائزه عالميه كبرى بتهتم باحداث كبيره جدا على مستوى العالم، بدليل هي فيها ثلاث افرع، فرع عالمي بيكرم الابداع العالمي، وفرع عربي بيكرم الابداع العربي على مستوى الافراد والمؤسسات والفرق، وفرع محلي ده خاص بالامارات طبعا، هم حقهم ان يعملوا حاجه تنشط الابداع عندهم، وهم هنا في دبي مهتمين كتير جدا بعمليه الابداع في كل حاجه في كل المجالات، يعني فيها المجال الرياضي يعني. الحفل يوم الاحد ان شاء الله. ان شاء الله في بروفا للحفله هتتعمل يوم السبت، الحفل يوم الاحد الساعه 11 باذن الله، وان شاء الله في ترتيبات ان شاء الله ان قناه الاهلي 11 ظهرا على الهواء مباشره، تنقله على الهواء مباشره باذن الله بالتنسيق مع تلفزيون دبي. كمان عايز اؤكد يا استاذ ابراهيم على دي بشرى لجمهور الاهلي ومشاهدي قناه الاهلي انه يتابعوه يوم الاحد الساعه 11 ان شاء الله. ان شاء الله عايز برضه اتكلم على ابداعات اخرى خاصه بالدكتور حسن مصطفى، وهو ابن مصر الرمز والقيمه الكبيره جدا اللي بيقود الاتحاد الدولي لكره اليد الى حاجات عظيمه جدا. هذه الجائزه ايضا فاز بها الاتحاد الدولي لكره اليد كاحدى ابرز المؤسسات العالميه. ليه فاز بها؟ لنجاحه في تنظيم بطولات عظيمه وكبرى في ظل جائحه كورونا، واستشهدوا ببطوله اللي نظمت في مصر مؤخرا بطوله كاس العالم كواحده من البطولات اللي نظمت في ظل جائحه كورونا، طبقا نظاما احترازيا غير مسبوق اللي هو الفقاعه الطبيه، ونجحت نجاح مبهر يا استاذ ابراهيم. صحيح صحيح. استاذ محمد سعداء بمداخلتك، واعتقد كانت مهمه جدا لالقاء الضوء على هذه الجائزه المهمه وفوز الاهلي وتسلم الجائزه يوم الاحد ان شاء الله. شكرا جزيلا ليك. شكرا. شكرا للصديق العزيز محمد القوصي، عضو الفريق الاعلامي لجائزه الإبداع الرياضي، جائزة محمد بن راشد المكتوم. لاحظ المعاني اللي في الجائزة، يعني المرة الأولى اللي فاز بيها الأهلي عن فوزه بدوري الأبطال 2012 لما خد الجائزة في 2013 كان المعنى إيه؟ إزاي فريق يقدر يفرح وهو بيبكي؟ شوفوا المعنى الإنساني، إزاي تقدر تتحمل على ألامك وعلى الجرح اللي أنت فيه في حادثة جماهير النادي الأهلي، ومع هذا تقاوم وتقف وتفوز بالبطولة وتهدي اللقب وقتها لأرواح هؤلاء الشهداء الأبرار. ده جزء خطير جدا كان في معنى، لكن الجزء الذي يكمل هذه الصعوبة، أنت بتتكلم على الصعوبة النفسية. أيوه. والجرح الغائر. أيوه. اللي العالم كله تألم له. أيوه. ما بالك جيل هذا جيل من اللاعبين. ايوه. ومردود ده انت فاكر في السوبر كان عامل ازاي بالظبط المصري، لكن الصعوبات التي صادفها النادي الاهلي لكي يخوض المسابقات الافريقيه كانت بتجد مقاومه حتى من نظرائه، من لعيبه كره القدم والانديه الاخرى اللي كانوا بيقولوا اشمعنى الاهلي يلعب واشمعنى واحنا طب واحنا اشمعنى احنا بنلعب في افريقيا نعمل لكم ايه؟ تعال درجة اتعمل مسيرة انت متخيل الاهلي في يواجه كل هذه الصعوبات لما طلع اولاد ابو سويلم يعني ايه عايزين ايه يعني كانت حاجة غريبة طبعا. لكن النادي الاهلي يتجاوز كل هذا الامه ويتحمل على ظرف مفيش اعداد محلي يقدمه، بالعكس هناك عرقلة انه ما يلعبش السوبر المصري، عرقلة انه ما يلعبش حتى الماتشات الافريقيه. كان مشهد غريب، ورغم كده يستطيع النادي الاهلي ان يتفوق الى كاس العالم للانديه. ايوه. كان واي ابداع، هو في ظروف اصعب من كده في التاريخ؟ مفيش. النادي الاهلي، لكن المعنى بقى الجايزه دي وهي تكرم الاتحاد الدولي لكره اليد ممثلا في رئيسه المصري على ايفنت على حدث اتعمل في ارض مصر وشكل سابقه اقتضى بها العالم بعد كده حتى في الدوره الاولمبيه اجراءات الفقاعه، واحنا رحنا شفنا الفقاعه بعد كده في قطر وازاي نجح هذه الفكره
وازاي كنت بتخاف من المسحه كل يوم؟ كل يوم وتكشر وتعمل ويمسحها فيا، قال انا اللي كنت خايف. والنبي تشوفوه وهو كان بياخد المسحه، هذا الشاسيه وهو بياخد المسحه. المهم يعني فانت يعني حدثين ابطالهم مصريين، النادي الاهلي ورئيس الاتحاد الدولي وتنظيم الايفنت نفسه في ارض مصر بعد العالم كله ما اعتذر تنظم هذه البطوله عشان العالم كله يتجرأ وينظم بطولاته بعديك ويتاسى ويقتبس منك ويستلم منك تجربتك. فمصر تكرم في شخص الدكتور حسن مصطفى، وفي شخص النادي الاهلي. النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي، ودي قيمه النادي الاهلي المبدع والمستحق لجائزه الابداع. هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل شد حيلك يا بلد. اهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الاهلي، بس تقلق شويه من استمرار ازمه التداخل بين مواعيد كاس العالم للانديه اللي الاهلي بيمثل القاره الافريقيه شويه ولا فيها. كتير تقلق كتير، هيمسك لي على شويه مع كاس الامم الافريقيه. البعض اتكلم قال ممكن تحصل انفراجه من منطلق انه بكره في اجتماع للجنه، اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي في الكاميرون على هامش استضافه كاس الامم. لكن الحقيقه بالرجوع لجدول اعمال هذا الاجتماع ما لقيناش اي حاجه موجوده فيه عن كاس العالم للانديه او عن هذه الازمه، رغم انه انفنتينو رئيس الفيفا هيكون حاضر جزء من هذا الاجتماع بكره في الكاميرون. ايه اللي في الاجتماع يا باشمهندس؟ اجتماع الجمعه للمكتب التنفيذي للكاف في جدول اعماله 1 متابعه تقارير اخر الترتيبات والاستعدادات لبطوله الامم الافريقيه 2021 في الكاميرون اللي هتنطلق يوم الاحد 9 يناير. عايزين يطمنوا الناس دي عملت ايه اخر حاجه. اعفاء والغاء اي عقوبات ماليه سابقه على بعض الاتحادات اللي انسحبت ولم تشارك في المسابقات الافريقيه الاخيره بسبب قيود السفر الناتجه عن جائحه كورونا. منطقي. براءه بسبب كورونا. الموافقه على فتح طلب التقديم او التقدم لتنظيم بطوله امم افريقيه تحت 23 سنه، وكذلك كاس الامم الافريقيه نسخه 2027. دي بطوله مهمه جدا يا استاذ ابراهيم. بطوله 23. تحديد موعد قرعه واجراءات وشروط المباراه الفاصله المؤهله لكاس العالم قطر 2022، ودي نقطه مهمه جدا. منتخب مصر مع 10 منتخبات تأهلوا للدور الاخير لتصفيات كاس العالم. انتوا عارفين ان احنا في التصنيف الثاني وفي 5 منتخبات في التصنيف الاول. واحد من المنتخب من التصنيف الاول هيلاعب منتخب من التصنيف الثاني، والفايز هيروح كاس العالم في قطر. اذا اجتماع بكره هيحدد شروط هذه المواجهه، اماكنها، مواعيدها، نظامها، تواريخها، كل حاجه بشان هذا الدور الفاصل. القرعه اهم حاجه هيكون بكره ان شاء الله. هيحدد موعد القرعه، مش هيجري القرعه، هيحدد موعد القرعه. انا بقول لك القرعه الناس كلها عايزه تعرف. تحديد موعد وتاريخ القرعه ومباريات الجوله التمهيديه والتصفيات الافريقيه المؤهله لكاس الامم الافريقيه اللي جايه اللي هتكون في كوت ديفوار 2023. تعديل مواعيد مسابقات الكاف للانديه والمنتخبات طبقا لتقويم الاجنده الدوليه في الفتره من 22 ل 24 وفقا لتقويم الفيفا. يعني ما صدقنا انه دور الابطال والكونفدراليه انتظموا بهذا الشكل، هيعاد النظر في مواعيدهم الجديده وفقا لاجنده الفيفا. اوروبا. اي حاجه دور على اوروبا. بالظبط. مناقشه جوائز الكاف المقترحه لمنافسات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 2021. تحديد موعد ومكان الجمعية العمومية العادية للكاف في هذا العام. اعتماد محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي للكاف السابقة، اجتماع 25 نوفمبر 21 بالقاهرة، والاجتماع الافتراضي اللي عقد 19 ديسمبر، والاجتماع الافتراضي كمان اللي كان 22 ديسمبر الماضي. تحديد الملاحظات الختامية لرئيس الكاف الدكتور باتريس موتسيبي. نشوف ايه هي ملاحظاته الختاميه اللي هيقولها، وتحديد موعد ومكان ورشه عمل المكتب التنفيذي القادمه حول تمويل الكاف، تنظيم حفل الافضل لعام 21 على هامش منافسات كاس الامم بالكاميرون. خلي بالك ان تنظيم الافضل دلوقتي على مستوى افريقيا لا يقل اهميه
عن الأفضل على العالم، لأن أصبح عندك من أفريقيا دائما مرشحين في الأفضل على العالم. فالموضوع بتاع أفريقيا ومواهب أفريقيا ده عايز 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 ملف جامد جدا، وعايز فعلا الاتحاد الإفريقي ياخد خطوات مهمة فيه. طيب ده كلام مهم جدا. شفنا جدول الأعمال، هل الجزئية الخاصة بملاحظات مستر موتسيبي كرئيس للكاف على المكتب التنفيذي، هل ملاحظاته الختامية اللي موجود ليها بند تشمل هذا التعارض والتصادم اللي بين دوري أو كأس الأمم الأفريقية مع كأس العالم للأندية ولا لا؟ نتمنى، لأنه دي قضية يجب أن يهتم بها الاتحاد الأفريقي. أستاذ إبراهيم، أنت بترجع تاني تباصي المشكلة الاتحاد الأفريقي، ودي اتحسمت خلاص، البطولة في ميعادها، ما بقاش في إيد الاتحاد الأفريقي شيء غير أنه يركز على البطولة في كأس الأمم. إذا لم يصرح إنفنتينو بشيء يخص بطولة العالم للأندية وهو هناك، مش هيتناقش هذا الموضوع. هيتناقش يقول إيه؟ مفيش، خلاص خلصت. هو فقط يطالب الفيفا انه يحرك مواعيد كاس العالم للانديه ملوش دعوه ثلاث ايام ورا او قدام. يعني هو النهارده لما تقعد انت كاتحاد افريقي او اتحاد الكاميرون، عنده ايه ولا ايه؟ همومه ايه في اللحظه دي؟ حفل الافتتاح، مباراه الافتتاح، الاعاشه، الاقامه، مواجهه كورونا، التخفيف من اثار واحتمالات الاصابات اللي الناس خايفه منها، ملف اللعيبه الدوليين الموجودين في اوروبا تحديدا. هو ده الملف، هو ده الملف اللي هيشغلهم. يعني طب نشوف احنا ايه اللي هيشغلنا في هذه المساله المهمه في مقالي ومقاله. حتى في الكان الاهلي الاكثر تمثيلا، الكان اللي هي كاس الامم الافريقيه، ده اختصارها الأهلي الأكثر تمثيلا فيها. البطولة هتنطلق إن شاء الله تعالى يوم الأحد في العاصمة الكاميرونية، وهتستمر لغاية 6 فبراير. الأهلي الأكثر تمثيلا ليه؟ أكثر نادي ممثل له لعيبة في البطولة هو النادي الأهلي ب9 لعيبة، عنده 6 في منتخب مصر، محمد الشناوي وأيمن أشرف وأكرم توفيق وعمرو السلية وحمدي فتحي ومحمد شريف، له علي معلول في منتخب تونس، وأليو ديانج في منتخب مالي، وبدر بنون في منتخب المغرب، وبيجي بعد منه الثاني نادي الزمالك. لكن حظوظ اللعيبة المصريين أو حظوظ منتخب مصر في هذه البطولة اللي بيحمل لقبها خلتنا نقول له فعلا شد حيلك يا بلد، شد حيلك يا بلد، وكأنك تستدعي محمد نوح رحمة الله عليه لتدريب المنتخب. الله، محمد نوح بدلا من كروش اصبح. ليه بقى؟ اصبح، ما هو اصبح الامل الابرز ان شد حيلك يا بلد بقى. اذا المهندس عدل القيعي يرشح محمد نوح مديرا فنيا للمنتخب. انت بتعول بدلا من كروش ليه؟ ليه؟ لان كل الشواهد مقلق. نحن لم نستعد بالقوام الذي سافر به كروش ليلعب بطولة أفريقيا، إبان البطولة. بس احنا اتفقنا إن اسمه كيروش. كيروش كيروش، مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ كيروش. أيوه كيروش. طيب كيروش. أيوه. كيروش لم يستفد من البطولة العربية لأنه ما لعبش بفلسفة إن دي إعداد للبطولة كأس الأمم. وبيلعب كأس الأمم بفلسفة إن دي إعداد للمباراة الخاصة بالتتويج لكأس العالم. شفت بقى، يعني بدل ما تبقى دي غاية والوسيلة كانت بطولة العرب، أصبحت هي وسيلة كما صرح للإعداد للمباراة الفاصلة أو المباراتين الفاصلتين علشان كأس العالم اللي هيسافر 5 من 10 من مواجهات مباشرة، مش عارفين القرعة تقعنا ضد مين. إذن ما عملش ماتشات وديه؟ وتشوف انت الجزائر شمطت غانا. حلو، شمطت غانا 3-3. ايوه. ناس يعني رايحه مش بتهزر. ايوه. رايحين لا صوت يعلو عن الامم الافريقيه. هم
وصلوا الى مستوى من الثقه لا يتحدثون عن كاس العالم، لانه عارفين ان دي بطوله من ماتش من مواجهه مع فرقه من الفرق. يقول لك حلال حلال لما تيجي واحنا قدام وقدود. اذا انت رايح صدرت للعيبتك وللراي العام من البطوله دي هنشوف هنعمل ايه علشان نوصل كاس العالم. ما رحتهاش مستفيد من تجربتك، حتى انت تجربتك اللي اختلفنا عليها. انت في لعيبه لعبتها بشكل اساسي ما خدتهاش في الاربعين، يعني حاجه انت اذهلتنا يا مستر كيروش. كيروش عشان ما تزعلش كيروش. وهو كمان ما يقولوش ده، هو بيقول اسمك غلط. يقول لك ده واحد تاني بيتكلم على حد تاني. فما عندناش غير شدي حيلك يا بلد. روح اللعيبه حبهم لنفسهم وحبهم لمصر ومساحه المفاجآت التي يمكن تتمتع بها لعبه مثل زي كره القدم. طيب الحقائق في الامور بقى، استاذ جمال علام قال ان مستر كيروش قال له بينه وبينه هننافس على البطوله. حلو قوي. ممكن يبقى كيروش كان قال ان المهندس احمد مجاهد لما جابني اتفق معايا على كاس العالم، ما اتفقناش على كاس الامم الافريقيه. مشي احمد مجاهد، جه جمال علام، الراجل ميل على جمال علام وقال له اطمن هننافس على البطوله. ليه كارلوس كيروش قال كده؟ اليومين اللي فاتوا الناس انزعجت قوي من التصريح الانهزامي بتاعه، لانه صدر احباط. فكره ان احنا البطوله مش في محل اهتمامنا، احنا المهم كاس العالم، وانا عايز اروح كاس العالم للمره الخامسه كمدرب، وساعتها انا ممكن اعلن اعتزالي. وفهم هذا التصريح الصادم انه صانع للاحباط في الشارع الكروي. بسرعه راح له الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، انت بتقول ايه يا خواجه؟ انت مش فاهم ان البطوله دي مصريه؟ البطوله دي مصر اللي عملتها، البطوله دي مصر اللي اسستها، واحنا اصحاب الارقام القياسيه، اصحاب الرياده في نشاتها والرقم القياسي في مرات الفوز بيها. وبعدين ليه ما نكسبش كاس الامم ونروح كاس العالم؟ عارف كاميرون لو كسبتها بس هتعديك. فبقت المساله لا، في تاكيد على اهميه البطوله. الراجل عمل يوتيرن وبدات تصريحاته تتغير، خاصه لما النجم العالمي محمد صلاح جه وقال يا جماعه اربطوا الاحزمه، كل الناس في ظهرنا، احنا رايحين ننافس على البطوله وان شاء الله هنسعد جمهورنا. ده محمد صلاح. هنسعد جمهورنا. فبدا الكلام ان انا واثق فيكم. طب. ان انتوا رجاله. وبدا الكلام يتغير على ان احنا باذن الله تعالى، بدا الكلام يتغير يوصلنا من محمد نوح لعبد الفتاح الاسري. الله 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 الله، بيسمع كل واحد اللي عايزه. بيفكرني بالفيلم ابو طعمه اللي كان يدي رزقه لحد تاني. واكد ينزل للبقال عايز ياخد شوكو، فيقول له ايه دي التويته بتاعت محمد صلاح، مش هتلمني على طعمه يا ابو طعمه. يقول له اكد لسيادتك تعملك، وياخد بقى الجبنه والزيته. يروح خارج من عنده راح للجزار. مش هتلمني على طعمه يا ابو طعمه، اكد لسيادتك تعمل ليك مش لحد تاني. يدي له اللحمه الخضار، فمشي بطعمه يسمع كل واحد اللي هو عايزه. ايوه. فهو مع احمد مجاهد قال له لا صوت يعلو عن كاس العالم، سيبك من اللي واستحملني بقى في اللي هعمله. ايوه. انا معايا ورقه بيضاء. ايوه. انتوا جايبيني عشان ننظم لكم الكره المصريه. سيبوني بقى افنن. سيبوني عليها بقى. انتوا فاكرين عندكم منتخب؟ لا انا هعمل لكم منتخب. وابتدى يشتغل على هذا الاساس. مشي الاستاذ احمد مجاهد ولقى الوزير بيقول له انت ايه اللي بتقوله ده؟ سمع الاستاذ جمال علام اللي عايز يسمعه، رايحين ننافس. وغمزه في ايده كده، اطمن خلي بالك طعم ليك. اذا كيروش لجمال علام طعم ليك مش لحد تاني. عايز اقول لك حاجه، اتمنى ان يسخر منا كيروش جميعا. نتمنى. اتمنى انا عدلي القيعي يقول لي ايه وكسبنا البطوله. طب وانا لا ما اعرفش انت نيتك ايه. انا نيتي ان يخذلني كيروش ويكسب البطوله باذن الله تعالى ان شاء الله. ان شاء الله. بص عشان نستعرض المساله، طبعا كلنا عارفين قيمه البطوله، وعارفين كل مره كابتن الجوهري حتى في 98 وهو رايح كاس الامم الافريقيه في بوركينا فاسو، مش هننافس وعندنا صعوبات كتيره
ممكن نطلع ال 13، بس بينه وبين اللعيبه لا. لما تسمع الكلام من الجيل ده، لا الراجل كان عاقد العزم، ايه كان واخد احسن عناصر يا استاذ ابراهيم، ورايح ينافس بقوه، وواخد احسن عناصر، يعني كان عنده فرقه ها واخد فيها احسن عناصر. 2008 2008 لعبنا احسن كوره في تاريخ الامم الافريقيه في غانا. بحكي لك انا ده حقيقي. انا كنت في الحدث نفسه، وبصوا البطوله بتقود الناس لفين. سافرنا وتعبنا على ما رحنا في الطريق الصعب جدا اللي انتقلنا فيه من العاصمه لغايه لما رحنا كوماسي وسط الغابات، 500 كيلو في اتوبيس. واخوك ايمن بدره، وكانت مجموعه الحياه هايله جدا، وعبد المنعم القسطى اللي كان هيموت في الاسانسير، بس ما علينا. عارف قبل ماتش الكاميرون، وانا انا على فكره كتبت الكلام ده، والكابتن سمير زاهر الله يرحمه عايش، جه الكابتن سمير والفرقه بتتمرن في ملعب المدرسه، مدرسه كان اسمها ابو كواري، فيها ملعب هايل جدا المنتخب بيتمرن فيه في كوماسي. كابتن حسن شحاته بيمرن الفرقه، وقعد انا وايمن بدره ومحمد صادق الزملاء الاعزاء مع الكابتن احمد شاكر الله يرحمه، بنتكلم على التسويق والدوري والحقوق البث والكلام ده كله. فالكابتن سمير قال سيبك من الكلام الفارغ ده، عايزك. رحنا اتمشينا، رحنا قاعدين على النجيله اللي ورا الجون. اخونا حسام دياب المصور الكبير شاف اللقطه قام مصورها. عارف الكابتن سمير ساعتها، بكره هنلعب مع الكاميرون وانا خايف من هزيمه تقيله. قلت له بعدين، قال لي عايز مانويل جوزيه. قلت له ازاي؟ بديل يعني؟ عايز يرتب. قال لي كلمت الكابتن حسن حمدي، فالكابتن حسن قال له احنا مرتبطين مع الراجل الا اذا كان هو عايز يسيب ويروح منتخب مصر، مش هنتاخر على المنتخب، بس دي بقى دي رغبته. فقال انا كلمت مانويل جوزيه رجعني للنادي. انا المهم عندي الجمهور، ازاي نقدر نوصل لصيغه نرضي الجمهور، بالذات جمهور الاهلي هيزعل ان انا باخد مانويل جوزيه للمنتخب. مش هتقدر. خد. قلت له بص، احنا بنتكلم في شهر يناير، الاهلي انت بعد البطوله ما عندكش حاجه. لو جيت تاخد مانويل جوزيه من النادي الاهلي في نص الموسم وانت كمنتخب ما عندكش يعني حاجه، انت عايز تاخده فقط لامتصاص غضب متوقع او محتمل. ايوه بينما انت على الخريطه ما عندكش حاجه. طب ما تسيب مانويل جوزيه يكمل السيزون مع الاهلي وانت ما عندكش حاجه. قال لي طب ممكن نعلن انه تم الاتفاق مع مانويل جوزيه على تدريب المنتخب بعد نهايه الموسم. هو الراجل الله يرحمه كان بيدير بسياسه، ودي سياسه يا استاذ ابراهيم، عايز ده بيخلص عليه، عايز يخلص على موجه الغضب المحتمله. ده بالعكس ده هيزودها. قلت له بص، لكل مقام مقال ولكل حدث حديث، خلينا لما نشوف ايه اللي هيحصل وكلم الكابتن حسن، ومش هيتاخر على حته المنتخب، بس يبقى فيه صيغه ترضي الاطراف كلها. قال لي ماشي. تاني يوم ضربنا الكاميرون 4 في افضل عرض ممكن، عقد المؤتمر الصحفي، لقيت الكابتن سمير الله يرحمه عمال يشيد بالكابتن حسن ونجاحات الكابتن حسن، وكل شويه يبص لي يعني في عز ما هو بيتكلم. بس اعتقد الكابتن حسن شحاته كان عارف وكان عنده احساس ان الاتحاد وقتها بيهاجمه، خد 2006 رغم الهجوم بس كان محمي هنا ساعتها. في 2008 بدات بقى المسانده الرسميه تبقى في ظهر المنتخب، عمل اللي عمله بقى في افضل لعبنا عروض، احلى كوره، افضل عروض اتعملت في تاريخ المشاركه طبعا. ده بمناسبه ان انت لغايه مباراه الافتتاح انت متخوف وبتتحسب موجه الغضب اللي جايه، فما بالك دلوقتي انت معاك احسن لاعب في العالم، يعني المفروض ان انت حاطط ظهرك جامد زي ما محمد صلاح بيقول له، يعني كل الناس في ظهرنا ليه ما ننافسش؟ لا ومعاه مجموعه من اللعيبه برغم خلافاتنا، بس هو ما استعدش بالمجموعه دي. ايوه يعني المجموعه دي فيها، ما كانش فيها تريزيجيه، ما كانش فيها رمضان صبحي، ما كانش فيها. طيب وانت بقى خبير تسويق، انا هقول لك القيم التسويقيه للاعيبه المنتخب. منتخب مصر يا جماعه فيه اغلى لاعب في البطوله، محمد صلاح جوهره افريقيا السمراء، اغلى لاعب في البطوله، وموقع ترانسفير ماركتنج بيقدر القيمه التسويقيه لمحمد صلاح
ب 100 مليون دولار. القيمة بتاعته اعلى قيمة في البطولة. بالمناسبة هقول لكم قيم المنتخبات، بس اللي يهمنا الاول اقول لك كل مجموعة وقيمها التسويقية وتقول لي مين اللي هيتأهل منها سريعا. المجموعة الاولى الكاميرون قيمته التسويقية 142 مليون يورو، وبوركينا 76 مليون يورو، وأثيوبيا 2.85 مليون يورو، والرأس الأخضر 25 مليون يورو و3 من عشرة. مين اللي يتأهل؟ الكاميرون وبوركينا ولا الكاميرون والرأس الأخضر؟ شوف، هو الرأس الأخضر عامل مفاجآت وعامل مستويات، لكن بوركينا بتقدم كورة بقالها يعني السنوات الأخيرة حطت نفسها بقوة. فمؤكد انها تكون يعني الـ الـ الكاميرون، ومش مؤكد، مفيش حاجه مؤكده. لا توقعاتك. توقعات الكاميرون وبوركينا. هكتب عندي. الكاميرون وبوركينا. انا ما بحبش اللعب التوقعات. لا لا تتوقع، ما توقعتش انت بالله توقع. المجموعه الثانيه السنغال قيمتها التسويقيه 341 مليون. طبعا نصهم رايح ساديو ماني. غينيا ب 95.5 مليون يورو، زيمبابوي ب 15.68، وملاوي ب 4.38، 4 مليون دولار او 4 مليون يورو فاصل 38. المجموعه دي مين؟ السنغال ومين؟ السنغال ومين؟ شوف انت قلت ايه؟ وغينيا ولا زيمبابوي ولا ملاوي؟ لا يا زيمبابوي يا غينيا. لا ممكن واحد يطلع ثالث، زيمبابوي تطلع ثالث مثلا. وممكن الاثنين. طيب المجموعة الثالثة المغرب وغانا وجنوب والجابون وجزر القمر. المغرب قيمتها 213 مليون يورو، وغانا ب 135 مليون يورو، الجابون ب 51 مليون يورو، وجزر القمر ب 11 مليون يورو. المغرب وغانا. المغرب هقول لك مفاجأة. قد تكون الجابون. الجابون على حساب مين؟ على حساب غانا طبعا. على حساب غانا. يعني إذا حصلت ما تعتبرهاش مفاجأة. الطبيعي انك تقول غانا. بس كمان لما تشوف الا اذا كانت دي مناوره من المدرب امام الجزائر، زائد ان غانا في السنوات الاخيره ما ادتش اماره واحده. وجزر القمر مش قليله. لو جزر القمر مش قليله. طيب بس الجابون دايما عندها كوره كويسه. طيب عندي في المجموعه الرابعه بقى بتاعتنا نيجيريا قيمتها التسويقيه 230 مليون يورو. مصر قيمتها التسويقية 162 مليون يورو، ال 162 صلاح له فيهم 100، فاحنا من غير صلاح ب 62. وغينيا بيساو ب 19.5 مليون يورو، والسودان ب 2 مليون يورو فاصل 88 من 100، أقل من 3 يعني مليون يورو. يعني عيب قوي ما نقولش مصر ونيجيريا. عيب. يعني إذا حصل غير كده يبقى عيب. طيب المجموعة الخامسة يعني. إن شاء الله المجموعة الخامسة اللي هو احنا ان شاء الله لو طلعنا الاول او الثاني هنضرب في المجموعة دي اللي فيها الجزائر وكوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية. الجزائر ب 185 مليون يورو، كوت ديفوار ب 300 مليون يورو، وسيراليون ب 11 اكثر من الجزائر و11 اللي فيها الرياض الاستوائية 6 مليون. الجزائر ومين وكوت ديفوار اول وثاني؟ ده كوت ديفوار دي رقم واحد في القيمة. في القيمة لا رقم اثنين بعد السنغال. طب واحنا هنقدر نتجاهل الكوت ديفوار؟ أولا الجزائر إن لم تفز بالبطولة فيعني هي من أقوى المرشحين يعني، فمنطقي إنك ترشحها. فهي وكوت ديفوار. كوت ديفوار ب 300، عارف يعني إيه؟ هو أنت مش مسألة فلوس، مسألة القيمة اللي في اللعيبة. القيمة اللي في اللعيبة وقيمتهم التسويقية. أيوة. في أوروبا. في أنديتهم. أوروبا. بالظبط. فمن هنا بتعكس يعني المؤشر الاقتصادي ده مؤشر فني. مؤشر فني. ولذلك أنا محرج شوية من تقييم مصر. 162 يعني مليون يورو. 162 بتقول 100 يا صلاح. صلاح 100. يبقى الفرقة كلها 62 مليون. 162 مليون يورو. أنت أيوة. عندك برضو أرقام، عندك لعيبة معظمها في الداخل. محترفين الداخل غير، انا هقول لك ارقامهم دلوقتي. طب ما هو في الداخل بس ليهم قيم. ايوه بس قيمهم ما زالت في السوق المحلي. ما هو انت برضه انت جبت وجوه جديده شويه. يعني
يعني انت لو كنت جبت مثلا حسين الشحات، طارق حامد، قفشه، كان قيم الفرقه هتزيد بس مش كتير. المجموعه السادسه تونس ومالي وموريتانيا وجامبيا. تونس قيمتها التسويقيه 63.5 مليون يورو، ومالي 152 مليون يورو. دي جامده جدا مالي دي. طيب وموريتانيا ب 12.23 مليون يورو، وجامبيا ب 4.5 مليون يورو. مالي وتونس دي مجموعه تكاد تكون واضحه شويه باذن الله. جامبيا ب 45 مليون يورو، 45.5 مليون يورو. هيبقى عندها لعيب او اثنين تقال يعني. يبقى مين ديت؟ تونس ومالي؟ طبعا. مالي دي على طول، مالي مرشحه في كل البطولات. وتونس ما تقدر، تونس ما تقدرش. طب ما تقدرش. طيب ليه مصر ب 162 مليون يورو؟ احنا قلنا البعثه هتسافر ان شاء الله يوم الاحد، تم اسناد رئاسه البعثه للاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد. البعثه هتطلع مباشره على مدينه جروه، مدينه جروه ترتبط مع الاهلاويه بذكرى طيبه جدا. جروه اللي توج فيها النادي الاهلي بدور الابطال في 2008 على حساب القطن الكاميروني. جروه في وجود عيسى حياته. جروه مدينه هي دي معقل مسقط راس عيسى حياته رئيس الكاف السابق. رقم اثنين هي معقل نادي القطن الكاميروني، هي مدينه مسلمه فقيره شديده المعاناه والفقر فيها، لدرجه انه عانوا كتير على ما يقدروا يكملوا البنى التحتيه بتاعه استضافة البطوله. رحناها في 2008 في الفاينل بتاع الاهلي والقطن، كان الفندق اللي الاهلي نازل فيه عباره عن اكواخ على الارض، غرف بشكل كوخ. كابتن حسن كان رئيس البعثه، انا عندي صوره لرجل افريقي بسيط فقير، ده الحارس الشخصي اللي على غرفه رئيس البعثه، فلما حبوا يهتموا قوي راجل صورته انا والدكتور محمد شاوقي والاستاذ العمري فاروق، راجل نايم رجل على رجل وهو مسكين الفقر واخد منه جامد قوي، وحاطط حته سيخ بالحديد جنب منه، ده السلاح بتاعه. بقول لك مدينه تبدو جايه من التاريخ السحيق. بص يا استاذ ابراهيم، معظم الفرق الافريقيه معظمها بهذا الحال. انا كنت رئيس بعثه مصر سنه 2004 يمكن، مع المنتخب الاولمبي 2004، لان كان عبد الله السعيد وحسام عاشور وانا كنت نازل في كوخ من دول، انا رئيس البعثه. وبرضو الحارس كان راجل معاه سنجه كده، ايوه، وكان يلم الجوز الهند الصبح ويصب علينا، كسرها لنا عشان نشرب الميه بتاعته. لا لا شايف. فبقول لك هي دي الاكواخ اللي كنا نازلين فيها. صحيح. هي جروه هيبقى فيها معاناه، يعني نتمنى لعيبه المنتخب وكلهم سافروا افريقيا كتير وعارفين هذه الظروف. بس هي ارقامهم ايه بقى؟ بس البعثه ممكن يبقى في لقندات دلوقتي يا استاذ ابراهيم ضروري. البعثه اللي مسافره محمد الشناوي حارس الاهلي، هيلعب بالفانيلا رقم واحد، قيمته التسويقيه كام؟ 3 مليون دولار. محمد ابو جبل حارس الزمالك هيلعب بفانيلا 16، قيمته التسويقيه مليون دولار فاصل 20. محمد صبحي حارس فاركو بيلبس الفانيلا 23 وقيمته التسويقيه نص مليون دولار. محمود جاد حارس انبي هيلعب بالفانيلا 24 وب 400,000 دولار، عشان كده القيم العامه قليله. اكرم توفيق بقى لاعب النادي الاهلي هيلعب بالفانيلا 25، القيمه التسويقيه بتاعته مليون دولار فاصل 20، مليون وربع دولار. عمر كمال لاعب فيوتشر بيلعب بالفانيلا 3 قيمته التسويقيه مليون دولار. احمد حجازي مدافع اتحاد جده بيلعب بالفانيلا 6 والقيمه التسويقيه بتاعته 4 مليون دولار. بدانا نتحرك شويه. محمود حمد الونش لاعب الزمالك بيلعب بالفانيلا 15 وقيمته التسويقيه 2 مليون دولار. ايمن اشرف لاعب النادي الاهلي بيلعب بالفانيلا رقم 12 وقيمته التسويقيه مليون دولار فاصل 20، مليون وربع تقريبا. احمد فتوح ظهير الزمالك بيلعب بالفانيلا 13 وقيمته التسويقيه زي ايمن اشرف بالظبط، مليون دولار فاصل 20. محمد عبد المنعم مدافع الاهلي المعار الى فيوتشر والمرشح للعوده بعد انتهاء الموسم ربما، بيلعب بالفانيلا رقم 2
قيمته التسويقية حاليا 400,000 يورو، أسف اللي فات ده كله يورو، 400,000 يورو. محمود علاء مدافع الزمالك بيلعب بالفانيلا 20 وقيمته التسويقية أيضا 1,000,000 يورو. نفس القيمة بتاعت محمود علاء لأيمن أشرف والأحمد فتوح. محمد حمدي لاعب بيراميدز بيلعب بالفانيلا 27 قيمته التسويقية 800,000 يورو. عمرو السلية لاعب النادي الأهلي اللي بيلعب بالفانيلا 4 قيمته التسويقية 1,500,000 يورو. حمدي فتحي أيضا لاعب وسط النادي الأهلي اللي بيلعب بنمرة 5 قيمته التسويقية زي أيمن أشرف وأحمد فتوح 1,000,000 يورو. إمام عاشور لاعب الزمالك اللي بيلعب بالفانيلا 8 قيمته التسويقية 800,000 يورو. عبد الله السعيد لاعب بيراميدز بيلعب بالفانيلا 4 وقيمته التسويقية 1,000,000 يورو. نفس الرقم اللي مربوطين عليه حمدي فتحي وعبد الله السعيد وأيمن أشرف وأحمد فتوح. النني بقى لاعب الأرسنال اللي بيلعب بالفانيلا 17 هو تاني أغلى لاعب أو تالت أغلى لاعب قيمته التسويقية 9,000,000 يورو. زيزو لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو اللي بيلعب بالفانيلا 21 قيمته التسويقية 2,000,000 يورو. بدأت تتحرك. مهند لاشين لاعب طلائع الجيش اللي بيلعب بالفانيلا رقم 18 قيمته التسويقية 500,000 يورو. عمر مرموش لاعب شتوتغارت الألماني اللي بيلعب بالفانيلا 22 قيمته التسويقية 4,500,000 يورو. لكن محمد شريف مهاجم الأهلي اللي بيلعب بنمرة 9 قيمته التسويقية 2,500,000 يورو. يمكن من أغلى اللعيبة المحليين. مصطفى محمد مهاجم جلاطا سراي اللي بيلعب بالفانيلا 14 قيمته التسويقية 5,500,000 يورو. النجم العالمي محمد صلاح جناح ليفربول اللي بيلعب بالفانيلا رقم 10 في البطولة قيمته التسويقية 100,000,000 يورو. خلصنا؟ لسه. محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا اللي هيلعب بنمرة 7 في البطولة قيمته التسويقية 10,000,000 يورو. تاني أغلى لاعب بعد صلاح ثم النني، يعني النني 7 ثم التريزيجيه 10. رمضان صبحي لاعب بيراميدز اللي بيلعب بالفانيلا 11 قيمته 3,000,000 يورو. مروان حمدي لاعب سموحة اللي بيلعب بنمرة 28 500,000 يورو. إبراهيم عادل لاعب بيراميدز اللي بيلعب بنفاليلا رقم 26 قيمته التسويقية 1,500,000 يورو. طيب إبراهيم عادل 1,500. ممكن أقول لك بقى أنت كتبت أسماء مين وسعر؟ ما كتبتش بقى، أنا بطلت أكتب لسبب. مش منمر على حد؟ لا مش مسألة الفلوس غليت كترت يا أستاذ إبراهيم. الرجل اللي حطت البتاع ده ما عندوش مسطرة، يعني في حاجة اسمها البارومتر. لا ده اللي بيقيسوا بيه وإلها معادلات كده. هو جه على اللعيبه المحليين وقال لك الكبير اللي فيهم اللي سمعنا اسمه هيبقى 2 ولا 2.5 كويس، واي لاعب صاعد حط له من نص ل 800,000، من 400,000 ل 800,000 ما عدا ابراهيم عادل. ما تفهمش يعني هل هو استند على الدوره الاولمبيه؟ لا، ابراهيم عادل ما ياخدش التقييم ده. في ناس اعلى منه وقتها. انا بشوف ان ابراهيم عادل واحد من اهم اللعيبه اللي في الدوري المصري، لكن هو مش حاطط للدوري اعتبارات المحليه. هو اكرم، هو في لعيب من دول هيتباع بالسعر اللي هو حاطه ده؟ طب تعالى اكرم كده شوف هيطلب فيه كام وهيتباع بكام. اضرب في 2 وفي 3 كل التقييمات اللي بيقولها دي. ما عدا اللعيبه اللي في اوروبا عنده، يعني جه عمر مرموش اللي رصيده ماتشين دوليين مع المنتخب الاول ومالوش رصيد في المنتخب الاولمبي. حاجات بسيطه يعني. اداله 4 وشويه عشان بيلعب في المانيا. بس ده ممكن يكون ده سعر. سعر مين؟ مين اللي حطه؟ مصطفى محمد كام؟ طب النهارده جلطة سراي طالب فيه كام؟ طالب فيه كام؟ 10,000,000. ايوه. هياخد 8. مصطفى ب5.5. هو شريف 6. ومرموش ب4.5. ايه الاساس؟
يعني 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 مين اللي عامل الارقام دي؟ هو استند على الدوري الاوروبي بس، مسطرته الدوري الاوروبي. ولذلك هتجد مالي، هتجد السنغال عشان عدد المحترفين في اوروبا كتير كده. يعني يعني هتجد لا، وربما كمان عالميا او الدوريات اللي بره موقع زي ده جاد مختص بالترانسفير ماركتنج، الامور واضحه عنده في الاطلاع على حقائق الامور والتعاقدات. ده مش واضح بره، كل الارقام اللي قالها جوه. لا سيبك من جوه، جوه الامور ما بتبقاش باينه. ما انت 80% من فرقتك من المحليين. انت ما خدتش حتى عمرو ورده ولا كوكا اللي هم اصحاب تجربه اوروبيه. طب ما خلينا نحسبها مصري. هو اي لاعب من دول لو ضربت انت سعره في الجنيه المصري بالنسبه لليورو، هيديك نفس السعر؟ لا مش هيديك نفس السعر. ليه؟ يعني انت هقول لك انا على سبيل المثال، يعني هتبيع انت اكرم لو جالك فيه 20 مليون 30 مليون، الرقم ده يديك 30 مليون؟ لا ما يديكش 30، 1.2 21 باليورو. هيديلك 2 مليون. ما يديكش تبيعه ب 20 مليون ولا 30 ولا 40. ده بيطلب دلوقتي لما انت تيجي تقول لهم ادوني فيصل قالوا لك 50. هو الدوري المحلي بقى يعني بقى في ارقام كويس اللي قالوا كده. لا ما انا بديلك يعني. كل واحد بيقيم اللي هو عايزه برضه. لان مالناش معيار. اخبطها كده عشان ترسي على 20 يبقى حلو. ده كان كلام مهم جدا. كل التوفيق باذن الله تعالى للمنتخب الوطني. زي ما بقول لكم بقى عندنا لعيبه، شوفوا انا اللي قلقني في تقييم المنتخب المصري انه استند في القيمه التسويقيه على 4 لعيبه بيلعبوا في اوروبا. عاملين حوالي 130 مليون جنيه او 125 مليون جنيه. الباقي كله لو انت استندت ان القيمه التسويقيه مؤشر للقيمه الفنيه هيضللك. البطوله هتفتتح يوم الاحد ان شاء الله 6 مساء. الكاميرون هيلعب مع بوركينا فاسو، وفي نفس اليوم اثيوبيا هتلعب مع الراس الاخضر بس 9 مساء. يوم الاثنين السنغال مع زيمبابوي 3 العصر، وغينيا وملاوي 6 مساء، وفي نفس التوقيت المغرب وغانا، ثم جزر القمر والجابون. يعني 4 ماتشات هتبقى يوم الاثنين. يوم الثلاث مصر هتلعب الساعة 6 مساء، وده المهم بالنسبة لنا. إذن بداية الفراعنة إن شاء الله في البطولة يوم الثلاث، الفراعنة والنسور في مواجهة نارية. دي المواجهة اللي هتحدد إلى حد كبير صدارة المجموعة ومستقبل الفرقتين في هذه المجموعة. مصر ونيجيريا يوم الثلاث 6 مساء، قبلها الساعة 3 هتكون الجزائر بتلعب مع سيراليون، وبعدين السودان هتلعب غينيا بيساو 9 مساء. منتخب مصر بيبدأ يوم الثلاث مع نيجيريا، ثم هيلعب يوم السبت إن شاء الله 9 مساء مع غينيا بيساو، ثم يوم الأربع مصر والسودان 9 مساء. يعني مصر هتلعب يوم الثلاث والسبت والأربع. هنزيح حاجة من الماتشات دي؟ لا، على القناة الناقلة ليها بقى. طب اشمعنى الجزائر هتاخد الماتشاتها؟ التلفزيون المصري الأرضي هيزيع. الأرضي هيزيع؟ طيب ما هو دور بقى على الـ الـ لا نجيب بقى نشتغل على الأرضي بقى، سيبك من فضائي. شوف حاول تركب بلاها فضائي. بلاها طعمة. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل ناس هتتمسك من عظمة لسانها. أهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الأهلي. ليه؟ في اللي هتسمعوه اللي جاي. لكن خلينا الأول نشوف فقرتنا ب بعظمة لسانه. نعم، تدفع لتلعب في الأهلي. ده كلام في اعترافات. بس قبل ما أدخل في المنطقة ديت، الحقيقة في نقطة محتاجينها توضح شوية للكباتن الكبار أبناء النادي الأهلي اللي ما بيشتغلوش في النادي الأهلي، أو اللي ما فيش فرصة عمل دلوقتي في النادي الأهلي. كتير منهم بيستضاف في بعض البرامج، فبتسمع لوم وعتاب، وأحيانا ممكن يصل الأمر إلى حد اتهامات. ولأنهم فعلا لعبوا في النادي الأهلي، اللي احنا ما بنفرقش بين فكرة أصل دول ولاد النادي ودول مش ولاد النادي. كل اللي لعب للنادي الأهلي وأخلص له وارتبط بيه ودافع عنه
هو ابن من ابناء النادي، يستوي في هذا اللي جه ناشئ او اللي جه كبير شويه؟ ياما ناس جت كبيره شويه هي اكثر انتماء واخلاصا وحبا وعشقا واحتراما وتقديرا للنادي وقيمته وجمهوره ومسؤوليه وتاريخه عن ناس لعبت من الناشئين في النادي الاهلي او كان حظها انها تنضم للاهلي وهي صغيره في السن. فما فيش تفرقه بين النقطتين، اتمنى ان هي تكون مش موجوده في الذهنيه الاهلاويه عامه. لكن فكره اللي ما بيشتغلش، ما هو اللي شغالين دول برضو ابناء النادي الاهلي ولعبوا في النادي الاهلي، لكن يبقى في واحد بدون ذكر اسماء يبقى شغال وتجيله فرصه يروح مدير فني لفريق كبير في الدوري الممتاز فيستأذن فيقول له روح ربنا يوفقك، يروح يشتغل سنه يمشي بعديها من الفريق الاول اللي كان بيدربه عايز يرجع يلاقي مكانه موجود، طب ما في اخر شغله. ده ما يحصلش، في فرصه المكان نفسه ادى عدم وجودك الى انه في حد اشتغل وحد اوكي ركب على الفرقه وشغال. زي كمان يجي واحد تجيله فرصه فيتقال له ده انا سالت فيها الكابتن خالد بيبو سين مش شغال ليه؟ قال لي سين جبناه عرضنا عليه، انت هتبقى رقم اتنين بعد المدير الفني الاجنبي، راجل ليك سلطات فنيه، طب هاخد كام؟ هتاخد كذا. لا طب انا هشتغل في الاعلام كمان. لا، النظام انك انت فني مفيش ازدواجيه. طب انا عندي عرض من النادي الفلاني الجديد باعلى من كده، خلاص اتفضل. بس كمان لما تروح ربنا يوفقك، النادي الاهلي هيكون سعيد جدا لو كل ولاده ناجحين في كل الاماكن، انت بتيجي تستفيد خبره، بتاخد خبرات كافيه ثم تنتقل او تنطلق. شفنا عماد النحاس في تجربة بقى قد مدير فني ازاي، شفنا علي ماهر، شفنا احمد سامي، شفنا كتير جدا من ابناء الاهلي المدربين اللي الناس اللي بتشتكي. والكابتن مختار والكبار بقى يعني. كابتن مختار والكابتن عامر يعني حتى من الجيل الجديد على المستوى بتاع كشري وعماد النحاس واحمد سامي كتير، علي ماهر، حسام حسن، كل دول من الاجيال التاليه مستقبل التدريب في مصر بشكل كبير وناجحين. فاتمنى ان الناس اللي بتلوم عشان ما بتشتغلش، لا طب ما الدنيا واسعه والرقعه كبيره، ركز، اهل نفسك، اشتغل على نفسك. انت مهما شغلت يا استاذ ابراهيم هيبقى في ناس مش هتشتغل، في ناس طبعا. هل يشعروا بهذا الشعور؟ مش عايزين العلاقه اللي تربطنا بالنادي الاهلي علاقه عمل، انا موجود ولا لا. اه لان طبعا يتمنى الاهلي انه يستعب كل ابنائه، دي مش عايزه مناقشه، لان انت ابنك اللي شرب منك واداك هيكون اقدر واكثر عطاء لما ياخد فرصه. بس طب على رايك، ما انت بتخرج بيجي واحد برضه مكانك، هتوديه فين ده بقى اللي جه ده؟ اللي قابل انه يستنى مثلا وما يتحركش من مكانه. اه يعني تحضرني الحقيقه تجربه رائعه للكابتن عمرو انور. ولو دور عادل عبد الرحمن، عادل كان ماسك الفرقه وراح على سموحه. لا بس عادل ما اشتكاش، حتى لما عادل ما اشتكاش لا وعادل موجود بشكل اخر في التيم في الاعلامي. اه انا بكلمك على عمرو اللي موجود النهارده. ما هو هل بتفتكر عمرو ما جالوش عروض؟ جاله وجاله عرض اخيرا وانتقل لتدريب احد الانديه الاسبوعيه. بقول لك وقبل كده جاله ورفض وضحى واستنى. هو انت بتشوف الظرف انت اللي يناسبك ايه. ايوه واهم حاجه لما تتوجد تدي النادي الاهلي والناس تحس ببصمتك. ولما تمشي تبقى مقدر. طب هو انت لما بيجي لك عرض بره، ما هو انت قدمت من خلال ايه؟ اداء اكتر النادي الاهلي بالظبط، كلاعب، كاداري، كمدرب، سمعتك، ما 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 يعني تكرس داخلك من خبرات. ايوه النادي الاهلي. ف الحصيف ما يهاجمش ويشتغل، يشتغل على نفسه ويأهل نفسه، لان الحقيقه احنا عندنا تقصير يعني. دي نصيحتي في عمليه التأهيل. نصيحتي ان كل من الممتع ان تعمل في المكان اللي انت بتحبه. بس كمان ما انت ممكن الشروط بتاعت النادي الاهلي تلاقيها في بره بيدفعوا اكتر. ما تناسبكش. يعني هي اعتبارات كتير الحقيقه. نتمنى ان الكل فعلا يعي هذه المساله، لانه في الاول وفي الاخر الارتباط بالاهلي زي ما هتسمعوه من اصحابه نعمه. هي
هي ما فيهاش خيانه لا من اللاعب ولا من النادي. اه في النهايه النادي، وبعدين يا جماعه ما هو اللي بيختار مسؤول العمل له تقييماته، المرحله اللي بيختار فيها بيختار وفقا لعناصر مترشحه له، شايف فيها الكفاءه اللي تؤدي الهدف المرحلي. انا ممكن النهارده يكون عندي اهداف مرحليه، شايف المدرب فلان وعلان والاداري فلان وعلان انسب، لكن ربما يكون في مرحله ثانيه عايز خبرات افضل اكتر من حيويه الشباب، هحتاج او هختار عناصر ثانيه. الفكره كلها قايمه على طبيعه المرحله، المهام المطلوبه، العناصر المناسبه. نتمنى الخير لكل ولادنا، نتمنى يلاقوا المكانه اللي بيحبوها في المكان اللي بيحبوه. لكن في اولا واخيرا الارتباط بالاهلي ولو مرحليا مكسب كبير جدا. نتمنى الحقيقه. كابتن سيد معوض، اهو سيد معوض واحد من الموهوبين اللي لعبوا في الجيل الذهبي وعمل تجربه هائله جدا جدا، ودلوقتي كان مع الكابتن حسام البدري والكابتن احمد ايوب في جهاز المنتخب. خلاص انت اشتغلت في النادي الاهلي، ووقت ما جات لك فرصه تروح للمنتخب شيء كويس ان انت رحت في المنتخب وكملت خبراتك وخدت في السي في ان انت واحد من مدربي منتخب مصر كنت. ده بيضيف له ياخد تجربه ثانيه وان شاء الله ينجح زي غيره من اللي نجحوا في الموسم الحالي، اللي اعتقد للموسم الثاني يبدو ابناء الاهلي من المدربين الاكثر انتشارا ونجاحا والحمد لله في مختلف الانديه. هنشوف الكابتن سيد معوض كان ضيف الكابتن احمد شوبير، اتكلم على ليه النادي الاهلي يستحق تدفع له عشان تلعب فيه. نشوف الانتقال للنادي الاهلي، انا الاوان بقى يعني ان احنا نكشف اسراره الان، يعني مين السبب والقصه جت ازاي؟ وهل بالفعل الانتقال لتركيا في الاول كان عمليه متفق عليها عشان تروح النادي الاهلي بعد كده؟ خالص يا كابتن، يعني خالص ولا اي حاجه. انتقال لتركيا جاء واحنا في كاس الامم 2008 بعد اول ماتشين. فهم كانوا مكلميني قبلها بفتره، فما جاء كاس الامم ولعيب دولي دلوقتي ففرقت معاهم. طب فاعاره كانت مش بمبلغ، اعاره من الاسماعيلي، من الاسماعيلي بست شهور بنيه البيع. بس بعد ما النادي التركي اشتراني انا قلت لهم انا عايز ارجع، انا دفعت فلوس من جيبي عشان ارجع النادي الاهلي. انا دفعت 250 الف دولار النادي التركي بعد ما انا بعد ما اشتروني، ودفعوا للنادي الاسماعيلي 900 الف دولار. يعني الاسماعيلي كسب ما شاء الله في الصفقه مكسب كبير. يعني الاسماعيلي خد مني 1,050,000. ف اثناء التفاوض بين النادي الاهلي ونادي طرابزون التركي، النادي اعترض على حاجات كتير جدا، فكان محتاج ياخد فلوس اكتر. فالنادي الاهلي وقتها برضو كان فيه ليميت للتعاقدات، فانا قلت انا هدفعهم من جيبي، ودفعتهم 250,000. كابتن عادل القيعي شاهد على الكلام ده وكل الناس اللي موجودين في النادي، وخلاص لان انا كان نفسي وحلم حياتي، انا اصلا من الفيوم. فانا يعني الفيوم بدايه الصعيد يا كابتن، من الفيوم لحد اسوان معظمهم تلاقيهم 90% اهلاويه. فالواحد من هو صغير حتى يعني حلم من احلامه ان هو يكون لعيب جوه النادي الاهلي. يعني انا بالنسبه لي رايح النادي الاهلي ولعيب دولي في منتخب مصر واخد كاس امم 2008. بس انا لما دخلت النادي الاهلي حسيت ان انا قيمتي زادت اكتر بكتير. يعني دخولي جوه النادي الاهلي او لعبي في النادي الاهلي لا فرق معايا بشكل كبير جدا. الاهلي يستاهل انك تدفع عشانه فلوس؟ بامانه يستاهل، يعني قبل ما انا ادخل جوه النادي يستاهل، لان ده حلم من احلامي. واما دخلت جوه انبسطت ان انا عملت كده، يعني فرحت، ما ندمتش طول عمري ان انا عملت كده، لا بالعكس. يعني انا لو كان في مبلغ اكبر كنت هقدر ادفعه. عايز ايه يا ابراهيم؟ شوف انا استوقفت حاجتين. ادي نوعيه في الاخلاص والتضحيه عشان تيجي النادي الاهلي. هتقولوا ولاد النادي وولاد مش عارف ايه؟ شفتوا سيد معوض بيدفع من جيبه كام؟ وقال لك المهندس عادل شاهين. قول لك حكايه سيد معوض. سريعا كده. ايوه. كابتن سيد معوض من مغاغه. من الفيوم. من الفيوم. سيد معوض من الفيوم؟ خد مني. سيد معوض من الفيوم. جه قعد في النادي الاهلي حوالي شهر. ايوه. واقترب للانتقال للنادي الاهلي. هو حكى ديت صحيح. وبعدين فجاه لقيناه في الاسماعيلي. والوزير عبد المنعم عماره حكى القصه ان هو خد وداه الاسماعيلي وادى النادي بتاعه اعانه
250 ألف جنيه عشان ياخد السيجنال. هو قال الأهلي النادي الألومنيوم طلب فيه 130 ألف جنيه والأهلي وقف عند 100، دخل لا بعد كده القصة كلها دخل 140 الإسماعيلي، دفع 140. ما أعرفش يعني هو حكاها دكتور عمارة حكاها إن هو تدخل ودفع إعانة عشان يوديه وراح وتألق وبتاع، ولكن حلمه إنه يجي النادي الأهلي. أيوة. في الوقت بقى ده كان موجود الأستاذ يحيى الكومي رئيس النادي. قابلته في أحد الفنادق في مصر الجديدة. أيوة. وقعدت وتفاوضت واتفقنا إن يديني الاستغناء بتاع الكابتن، كان فاضل له سنة في عقده. يعني فاضل له كام شهر ويقدر يمضي في أي حتة. وأنا قلت له إحنا ما نفضلش الأسلوب ده، أنا مستعد أشتريه دلوقتي بدل ما يمشي ببلاش كمان كام شهر. وتستفيده. فاتفقنا والراجل وافق. واتفقنا على 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه وقتها الدولار كان ب6 جنيه. يعني مليون دولار. مليون دولار. واتكلم معاه قال أنا ليك عندي 260 ألف دولار تعمل ولا 250؟ قال له مستعد أتنازل عنه. واتفقنا واتكتبت مسودة العقود وكلم كان الكابتن أنوس مدير النادي. أنوس هات الختم وتعالى لي. أنت فين؟ هو اختار بذكائه يا حكومي في مصر الجديدة عشان يبقى قريب من الطريق بتاع الإسماعيلية. ما يضيعش وقت. لو اتفق يقدر يجيبه ويخلص في ساعتها. هو كان معتبرها جود ديل، صفقة جيدة. فوجئنا إن الكابتن أنوس غاب، لكن جه ومعه عربيتين مليانه ناس بقى. اللي غضبان واللي متضايق واللي من الجمهور واللي من الاداره واللي من الله الله اتفركشت العمليه. اوه مفيش اقل من شهر سافر سيد معوض لتركيا عرب نيه البيع. بيع بكام؟ الاسماعيلي ياخد 900 الف دولار. وكان قبليها وانت كنت هتدي له مليون دولار. ما هو هو زي بقى هو طلع عار اظن ب 150 الف دولار بنيه البيع، يبقى يدفع لهم 900 الف دولار وكده. لما راح نجح ممكن يكون هو سعى لدي ان النادي يشتريه. وبعدين كابتن انت عايزني انا ممكن اجي من خلال النادي ده. وقتها حصل حاجه طريفه يعني. كان الاستاذ خالد الدرندلي له التوقيع الثاني على الشيكات. انا مسافر مش عارف هتفق على كام. فما ينفعش اخد معايا شيك وانا مش عارف هكتب فيه ايه. قلت له انا عايز الاستاذ خالد الدرندلي يسافر معايا يبقى عليه توقيع رئيس النادي والتوقيع الثاني يتعمل هناك. وقعدنا واتفقنا واحنا قاعدين اتفقنا على كل شيء. طيب الاسماعيلي بقى كان لازم يفعل العقد وما كان ليش جا لهم الموافقه. فرجع الاسماعيلي طلب منه تاني انه يتنازل عن ال 260 الف دولار. 250 مش ما اعرفش ليه معلق معايا 260. فبالفاكس وافق له. فجت الموافقه النهائيه بالبيع. هم قالوا احنا عايزين كذا دفعنا لهم وهو دفع وتنازل الاسماعيلي والنادي كان اتفق على المبلغ الشرط البيع وجاء الكابتن سيد معوض ودفع المبلغ ده فعلا. طيب سيد بيدفع 250 الف دولار وقتها عشان يضحي يجي يلعب في النادي الاهلي. شوفوا انا بقول لكم ابن الاهلي هو الاكثر عطاء واكثر اخلاصا واكثر انتماء واصدق انتماء مش كلام. ساعة الجد اللي بقى بيلعب بره يتقال له تعالى يقول لك لا اصل انا مكمل بره. طيب كمل بره، لما يمشوه بره عايز يجي جوه يلاقي المكان موجود. ده حصلت مع ناس بتهاجم الاهلي. لكن انت النهارده واحد مطلوب بره وبيتنازل على الفلوس وبيدفع 250 الف دولار يعني. والموقف ده اتكرر كذا مره مع كذا حد. في ناس كتيره دفعت. الله. وكابتن حسين الشحات حسين دفع برضه يجي 750 الف دولار تنازل هي مستحقات كانت له عشان كاس العالم الانديه والبطوله مع العين الاماراتي. وقال لهم انا يعني اذا كان ده اللي يحسم الموضوع انا متنازل. ما خدهمش يعني. ايوه تنازل.
أيوه. الراجل دفع وغيره كذا حد. مين؟ انا مين؟ لا لو قعدت افتكر لا في يعني انا مش عايز بس اقعد اعد ناس تنازلت عن مستحقاتها كتير. كتير لعيبه كتير لعيبه كتير. هي دي التضحيه يا جماعه، وهو ده البرهان. وهفتكر في يوم على صدق الانتماء، ودوا كل واحد حقه. يعني هي دي الرغبه، انت قد ايه فخور وسعيد ان انت تيجي تلعب في النادي الاهلي. سيد معوض بالمناسبه في لقائه مع الكابتن شوبير قال كلام مهم لجمهور الاهلي. جمهور الاهلي يعني عنده حاجه كده، لو انت دخلت قلبه خلاص الموضوع انتهى، هتعدي وهتكمل وهتلاقي الامور ماشيه بشكل كويس. في ولو بعض الشيء معاك مش هتلاقي الامور يعني مش هتقدر تستحمل. صعب. الضغط كبير صعب. جدا دخلت كلنا جربنا في التمرين في الماتشات في حتى لو عملت ايه قبل كده، المهم النهارده اللي انا شايف الصوره اللي انا شايفك فيها النهارده. لو انت مش كويس النهارده انسى اللي فات، انت مكسبه كاس عالم اللي فات. احنا كنا بنبقى واخدين بطوله افريقيا وتاني يوم نلعب مباراه، انت بتحاسب على المباراه دي اكتر من بطوله افريقيا. ده صحيح. يعني بتتقيم على ادائك النهارده مش قبل كده. ما بيشبعوش لا يعني جمهور بيحب المكسب والانتصار، دي قيمه وعظمه النادي الاهلي وجمهوره طبعا. وده اللي مخليه لحد دلوقتي. انت باي لعيب موجود جوه النادي الاهلي، اصغر لعيب او اقل لعيب قعد فتره جوه النادي الاهلي، هتلاقيه واخد كميه بطولات ما خدهاش في حته تانية اكيد. يعني قال حاجه جمله مهمه، الجمهور لما بتخش قلبه خلاص بيستحمل لك حاجات كتير، لكن ازاي تخش قلبه؟ هنا المعادله، تخش قلبه بالاخلاص، بالتفاني، بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. كمان عنصر توفيق والالتزام. أيوة. اللعيب الملتزم أما الناس بتحس بالتزامه هتجد لعيبة كتير انطبق عليها هذا الكلام ودخلت قلوب الناس. ولكن السوشيال ميديا شوية دلوقتي مودي يعني يعني أحيانا تتعامل بالماتش ترفع قوي وتزعل قوي وتغضب قوي، لان شرائح المجتمع ما هياش مسطره واحده طبعا. فالاول ما كانش، كان ده مخفي، ما بيبانش غير المواقف الرسميه او الاعلاميه او كده. لكن دلوقتي او الراي العام ان الناس تهتف لك في المدرجات. لكن في اراء فرديه دلوقتي ممكن بتاثر على اللعيب نفسه. يتهيأله ان هو ده الجمهور. يعني يشكر فيك قوي او يزعل منك قوي بالماتش وبالجون وبالفرصه ويتهيألك ان الجمهور. لا، ده راي حد. ايوه. انما في المطلق المعايير اللي قلت لك دي، الاخلاص والتفاني والالتزام والتوفيق طبعا. طيب سيد معوض كمان قال جمله مهمه جدا، في ناس جت النادي الاهلي فترات قصيره خدت كميه بطولات ما خدتهاش لو لعبت سنوات طويله قوي في انديه ثانيه كتير، وهو ده قيمة النادي الأهلي. طب قيمة النادي الأهلي دي حسها للعب في النادي الأهلي اللي استمتع بهذه العلاقة. ده في ناس جت وما لعبتش وخدت بطولات. خدت بطولات. الناس اللي ما جتش الأهلي خالص، اللي الأهلي ممكن يكون فكر فيها، صورة النادي الأهلي عندها إيه؟ واحد من هذه النماذج الطيبة الحقيقة الكابتن أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، كان في ضيافة الزميل محمد شبانة قال حاجة مهمة. انت سالتني سؤال قصده ولا انت بتقولي كده عشان تلاوعني؟ ايه قلت لي مين هيدفع اكتر؟ هل فعلا ممكن تبقى ده معيار بالنسبه لك؟ فين لما بقول لك اهلي ولا زمالك قلت لي مين اللي هيدفع اكتر؟ لا انا بقول لك مين اللي بيدفي اكتر. يدفي الشتاء. انت بتقولي في الشتاء. العين انا العين اللي يدفي اكتر. يدفي. انت سالت الفلوس بالنسبه لك مش هي الاصل طبعا. لا ما هو طبيعي ادائك اللي هيجيب الفلوس. انت النادي الاهلي واحد النادي الاهلي يعني ما يتقلش بفلوسي يعني. طبعا. ايوه ما انا واقعي. ما يتقلش بفلوس؟ وما بلونش ولا في لعبه في الاهلي سابت النادي عشان فلوس؟ هو كل واحد وطبعه بقى. يا رمضان صبحي احمد فتحي كل دين واشرف اكرامي كل النجوم. انا بكلمك عن نفسي. انا يعني لو انا في الموقف مش هتعمل كده؟ لا. مهما كانت اغراءات بيراميدز؟ لا صعب. مهما كانت الاغراءات؟ ما عشان انا من بره، انا دلوقتي من بره شايف الموقف. لا. نقطة ممكن أنا بقى من بره. أيوة. وده التملي اللي بيحصل. يعني أنت أحيانا في بيتك ما تشوفش الميزات اللي موجودة عندك، كمية الحب اللي أنت محاط بيها، الدفى زي ما بقول لك الدفى
تعبير حلو قوي اللي يدفي اكتر. وانت بتتدفى بحاجات كتير، بالامان، بالاطمئنان، بال 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 بالحوكمه. للعيب الجد عايز المناخ ده. ان حاجه محكومه، نظام، عدل، امكانات شعبيه، حقوقك بتاخدها من غير ما تشحتها. لم يخضع لاعب في النادي الاهلي. كل دي هو ده الدفع اللي بيتكلم عليه. فالراجل ده وهو بره شايف النعمه دي نفسه يبقى فيها. ده هو على فكره ده احمد سمير تقريبا لعب في الدوري المصري كله، لعب في الداخليه والزمالك والمصري والاسماعيلي والاتحاد والطلائع، نفسه بقى دفع على كل دول. نفسه يلعب في الاهلي، بس شايف الاهلي هو اللي بيدفع. وكنت قريت له او شفت له حاجه، انا لو رحت الاهلي مش هروح عشان انا كويس ان انا اروح، هروح عشان اثبت وجودي. هروح ادي المكان ده واقول لهم مش هتندموا وان انا جيت. فالطموحات دي مهمه جدا، وانك تشوف قايس المكان اللي انت رايحه مهم جدا جدا يعني. دي رساله في احمد جملة سمير لكل لاعب موجود فكرة في الاهلي. بقى في جمله يا استاذ ابراهيم بيقولوها لعيبه كتير جدا، بتدل ان الناس مش شايفه اللي هي بتعمل ايه. مش حاسين باللي هم فيه. فعلا يعني. بمناسبه الكلام بتاع الراجل ده، هيقول له طموحك ايه؟ يقول له طموحي احترف. امال انت يا ابني اللي جايب 20 مليون وبتاخد لك 7 8 مليون جنيه مش محترف؟ هو الاحتراف في ذهنه انه يركب الطياره. لازم يركب الطياره عشان يبقى محترف. واخد بالك؟ لكن انت في ولذلك هم بيتعاملوا في الدوري المصري مع انديتهم بغير احترافيه، ما هماش محترفين. ما يدكش زي ما بياخد ويختلع ويناقشك انا قاعد ليه؟ وانت لو رحت في اوروبا هتعرف تقول للمدرب انا قاعد ليه؟ ما بلعبش ليه؟ اسهر على مزاجي واجي ثاني يوم اقول لهم هو انتوا ما بتلعبونيش ليه؟ لان الناس كل يوم يبلغوا شايفينك سهران في الحته الفلانيه. ما في حاجات ما بتتقالش حرصا على اللعيبه. فلما تكون انت سلوكك مش محترف نتيجة ايه؟ انك مش شايف انك انت لعيب محترف. فين؟ انت عايز احترف، مش تقول احترف بره، لا انا عايز احترف. يا ابني انت محترف فين؟ انت محترف بس ما بتعملش بمعيار الاحتراف. وده اللي بيعمله النادي الاهلي. ما هي الصورة يا جماعة المضيئة قوي اللي كل جمهور الاهلي يفخر بيها ويسعد، وكل لاعب يلعب في النادي الاهلي المفروض دي رسالة ليه. قيمة هذا النادي اللي انت بتمثله، قيمة هذا الجمهور اللي انت مفروض تسعى لان انت تسعده، ده مش من فراغ. شفتوا لاعب قبل كده لجأ ضد النادي الاهلي راح للمحكمة يطالب بحقوقه؟ شفتوا النادي الاهلي اخل بتعاقداته مع لاعب او مدرب؟ شفت النادي الاهلي تعرض لأي غرامات دولية من محكمة رياضية او من الفيفا او من يتحرم من القيد، يتحرم او تتخصم منه نقاط او يهدد في استقراره؟ الكلام ده مش من فراغ، الكلام ده بسبب انه في اداره على مر التاريخ بتحترم تعاقداتها، بتحترم ولادها، بتفي بكل التزاماتها وبتصون صوره النادي، قيمه النادي. عشان كده الاهلي ما بيتعرضش لهذه العقوبات. لان انا سمعت الفنان الكبير هاني شاكر اشمعنا احنا، والكلام بما معناه الطرف الثاني ما بيحصلش معاه ليه عقوبات؟ ليه ما بتوقفش عن القيد؟ لانه ما بيخلش بالنظام، ما بيخلفش القانون، ما بيبخسش حق لاعب، ما بيقتحمش او بيخترق عقده. كل ده الاهلي ما بيعملوش، عشان كده ما بيقعش تحت طائله القانون او يتعرض لهذه العقوبات اللي نتمنى ان كل انديتنا ما تتعرضش ليها. كابتن احمد حسام ميدو قارن بين هذا الوضع وذاك، نشوف. عايز اكلمكم في موضوع مهم جدا، وهو عقود لعيبه الزمالك وعقود لعيبه الاهلي، والاختلاف اللي موجود دلوقتي اللي بيعكس مدى استقرار او 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 ازاي ان النادي الاهلي في استقرار كبير جدا ونادي الزمالك حاله عدم الاستقرار. عقود اللعيبه بتعكس حاله الاستقرار اللي موجوده جوه اي مكان وجوه اي نادي. عقود اللعيبه عقود المدربين ده مثلا، في 8 لعيبه في النادي الاهلي عقودهم ينتهوا ناقص لهم لسه سنه ونص. ده دي كلهم اقل حد سنه ونص. رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمود وحيد، محمد هاني، عمار حمدي، محمد محمود، احمد عبد القادر، حسين الشحات. انا دايما بقول اللعيب
طول ما هو خلاص انت من اول لما يبتدي يخش في سنه ونص طالما انت لعيب ناوي ان انت تجدد له لازم تبتدي تتفاوض معاه عشان ما يخشش في حته اسمها الريد زون. ايه الريد زون؟ ان هو دخل في اخر سنه في عقده خلاص اللعيب هو اللي متحكم. الاهلي بسبب وجود حاله الاستقرار الكبيره داخل النادي الاهلي بوجود الكابتن محمود الخطيب كرئيسا للنادي الاهلي ودلوقتي تجديد الثقه فيه من قبل اعضاء الجمعيه العموميه ان هو موجود في دوره تانية قدر ان هو ما عندوش ولا لعيب في الريد زون. وده معناه ايه؟ معناه اداره جيده. اداره جيده. فده عايز اوريكم الناحيه الثانيه في نادي الزمالك. نادي الزمالك في مصيبه كبيره. الزمالك عنده 10 لعيبه تنتهي عقودهم بعد 6 شهور. وبصوا الاسامي مين؟ بن شرقي، طارق حامد، ونجم، ابو جبل، مصطفى فتحي، وروني تاني. كلهم لعيبه اساسيين. رؤى، حازم امام، رزاق سيسي، عمر السعيد، محمود عبد العزيز. وده يساوي قدامها على طول باد مانجمنت، اداره سيئه. شوف انا متفق مع كابتن ميدو في ان من الطيب والاوفق والاصوب اداريا والصالح النادي والاستقرار انك تجدد للعيبتك قبل الموسم الاخير. ولكن بنغفل شيء احيانا بيطلع وميدو حصل منه قبل كده يلوم النادي على انه ما جددش للعيب الفلان بدري. الموضوع مش في ايدك لوحدك يا استاذ ابراهيم. ما انت عشان تجدد لازم بدري هو يوافق اللعيب ويكون معاه مانجر بلاش وكيل لعيب لان وكيل لعيب ده بيشتغل كسمسار لكن المانجر بيدير مصالح اللاعب ينصحه بالصح. فلما اللعيب بيوافق انت بتجدد له بدري. الاهلي وعلى يدنا في لعيبه حاولنا نجدد لها من بدري ما وافقتش في ميعادها في ميعادها في ميعادها ويجي ميعادها انت مزنوق وهو مزنوق او مستني حاجه ما بيقولكش عليها. ده حقه مش تقصير منك. وفي لعيبه انت ما بتبقاش متخيل انك محتاج تتكلم معاه. يعني مساله بينك وبينهم لكن ما علينا. انا معاه لكن بقول ايه؟ طب هو اللعيب اللي بيوافق انه يجدد لك بدري ليه بيوافق؟ العنصر مهم جدا 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 الثقه والبطولات طبعا بالاضافه الى الماده. هو واثق فيك واثق ان مستقبله معاك يوصله الى اهداف ممكن مرحليا ما تحققلوش ال100% اللي هو شايفه بره لكن مع استمراره في الاهلي تحقق له 150%. هذه الثقه في المؤسسه وفي قدرتها انها باستمرار مؤسسه بطولات وعادله. يعني ياما جدا جبنا لعيبه وبمجرد ما بتتالق بنحاول ننقلها لمستوى تاني في عقودها لان ما يصحش تفضل بنفس العقود من غير ما تكلمه. ده بيخلي اللعيب عنده ثقه عندك. في بقى عدد محدود من اللعيبه بيبقى الاغراءات عليها قويه جدا وبره وجوه والسفر بره ومش عارف ايه ليها ظروف خاصه لكن في المطلق هو ده اللي بيخلي اللاعب يوافق للمؤسسه اللي هو فيها انه يجدد بدري. عنصر الثقه في والاستقرار والثقه في المستقبل. زائد طبعا مردود يكون مقبول. يعني في لعيبه بتضحي مش بس في الاهلي بتحب ناديها وتضحي بفارق بسيط في ما يبقاش فيه تفاوت كبير يعني. وتقول لك انا هنا ما انا ضامن هنا وانا نجم هنا وانا موجود الفرق ده ما يستحقش مني المخاطره. لكن في حاله الاهلي بالذات الاغراء ما بيبقاش فلوسه بس. فلوس وتاريخ واستقرار وثقه وجماهيريه.
فلوس وتاريخ واغراء وثقه وجماهيريه، وايه تاني عند الاهلي نشوف الكابتن محمد فضل؟ بس الحقيقه انت يعني اي حد يذكر اسم محمد فضل يعني يذكر الاهلي. الاهلي يبقى يعني هو العلامه الفارقه بالنسبه لك انت. الاهلي انا هقول لك على حاجه كابتن بجد، يعني ده اي حد بيرتبط اسمه بنادي الاهلي بيستفيد جدا جدا وبيضيف له كتير جدا، ان حضرتك اسمك بيفرق. يعني اسم النادي الاهلي فرق معايا في كل المحطات اللي رحتها طبعا، وحتى بعد ما بطلت ما حد يجي يقول زي ما حضرتك بتقول بيقول محمد فضل النادي الاهلي صح. حتى العمل الاداري مرتبط بالنادي بالزبط. فنعمه طبعا والواحد طبعا حتى في نجوم تانيين يعني لعبوا، يعني مثلا علاء ميهوب لعب بره النادي بس كله يقول لك علاء النادي الاهلي طبعا. اه طبعا وغيره وغيره يعني، وناس كتير جدا ناس كتير جدا. كابتن زكريا وليد صلاح، وليد صلاح الدين لعب اتحاد السكندري بس الاهلي. كابتن زكريا ناصف خالد بيبو صح. فهي بتبقى من عند ربنا طبعا وهي نعمه، والواحد يعني الواحد بيتشرف. فضل الحقيقه مشوار من المشاوير المش تقليديه. يعني هو جه النادي الاهلي من نادي الصيد ناشئ 97 من خلال بطوله العالم، وهو راح منتخب مصر الناشئين لعب كاس العالم. هو من النادي الاهلي يعني؟ لا 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 لا، ده اللي جايبه. لا كان في نادي الصيد وانا جبته من البطوله دي. يا ما هترجعني في شغلي؟ راجع فضل، راجع فضل هو اللي يبقى ناسي. شوف أيوه. بقى وصلتك لايه. انت كان الكابتن احمد بلال هو اللي طالع، وكان هاني سعيد واشرف ابو زيد، والاثنين طلعوا على ايطاليا ايوه من غير ما يستاذنوا حتى. طيب محمد فضل جه الاهلي قبل البطوله حبيبي، اتكلمنا فيه لما ترشح لمنتخب مصر في البطوله دي. بس هو لعب في الاهلي قبل ما يلعب في المنتخب يا سيدي، مع محمد علي الله يرحمه. محمد المدير الفني، محمد علي مين؟ الله يرحمه، المدير الفني اللي كان ماسك منتخب 97 ده مع المنتخب مش في النادي الاهلي. فاكر كمان هتقول محمد علي؟ لا محمد علي كان المساعد بتاعه بالمناسبه شوقي غريب. شوقي غريب ما خلاص ما هم كمان. ده منتخب 97 97 البطوله بتاعت 97 فالمهم يعني هو طب هو جه النادي الاهلي منين؟ من الصيد. من الصيد ده اللي يعنينا بقى. انا بقول لك لفت نظرنا ان في لعيب زي ده في المنتخب من نادي الصيد فاتكلمنا فيه. طبعا رحمه الله على والده الاستاذ المستشار، يعني استشار فضل زهران. طبعا هو الكلام كان معاه وراجل يعني قابه صحيح وفاضل جدا. لكن برضه من المشوار الغريب بتاع فضل انه خرج من النادي الاهلي لف لفه برضه، لف لفه ورجع على النادي الاهلي وخرج تاني من النادي الاهلي ورجع على النادي الاهلي. فهو بعد ماتش امبي بتاع 2003 البطوله اللي ضاعت. فضل من الناس اللي كفاءته نادره ولكن له ظرفه الخاص. طب اللي كان بيصطدم يعني في الوقت اللي خرج من النادي الاهلي كان في لافيو ومتعب كان عمليه. الناس بتمشي في فتره هي ظروفها ظروف كده لكن بيروح يتألق بيجبرك انك تفكر فيه تاني والمكان يكون فاضي ويجي يهدف وينجح ويضيف اليك واخد بالك. وحتى لما انت فكرت في كادر اداري سماته بقى كليه الحقوق قسم انجليزي خبرات عنده صحيح. انا متاكد ان هو لو الفرصه اللي جات له في النادي الاهلي خدها زي هو دلوقتي بالخبرات اللي عنده لا ينجح فيها ويعدي ويكسر الدنيا. اتمنى لانه ويستحمل لانه بتجربته الفريش كده وكبرياء الشاب اللي عايز كل حاجه يعني يسر نو لا في حته ممكن يبقى المؤسسه بتاعتي شايفه حاجه تسمح لي ان انا اتنازل لها في مساحه طبعا واسمع الكلام عشان اوصل اللي انا عايزه بعد كده مع المؤسسه برضه. فضل قال نقطة مهمة جدا انه حتى العلاقة بالنادي الاهلي وكونك واحد من ابناء النادي الاهلي او لعبت في النادي الاهلي ده بيسهل لك حاجات كتيرة في عملك سواء الفني او الاداري لمجرد ان انت سبت للنادي الاهلي. دي كانت رسالة مهمة من واحد من الكوادر الادارية الحقيقة اللي ليها قيمتها وان شاء الله ليها مستقبلها الكبير الكابتن محمد فضل. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام مهم. اهلا بحضراتكم من جديد.
الحقيقة ما تخافش على الأهلي كمان، طالما الأهلي عنده هذا الحرص على علاقاته الطيبة، بالذات العلاقات التاريخية اللي أعتقد ما حدش يقدر يغفل أبدا عمق العلاقة والأواصر الأخوية والتاريخية اللي تربط شعبي وادي النيل، مصر والسودان، أو قيمة النادي الأهلي وعلاقة النادي الأهلي التاريخية مع أشقائه في جنوب الوادي. عشان كده كانت القرعة مثيرة جدا وفيها شغف كبير إن قرعة المجموعة في دوري الأبطال تحط الأهلي حامل اللقب في البطولتين الأخيرتين مع صن داونز الجنوب الأفريقي المنافس المباشر للأهلي في الفترة الأخيرة، لكن الأهم كمان مع طرفي وادي النيل الهلال والخرطوم، الاثنين يكونوا في مجموعة واحدة، هم مع بعض الاثنين كمان المسألة مش ناقصة، فيما بينهم في ندية ومنافسة وإثارة وعلاقة مثيرة جدا رياضيا، بس الاثنين يجوا كمان هم مع الأهلي في مجموعة واحدة، دي مجموعة بقى فيها شغف كبير وتتشاف بشكل كويس. نائب رئيس نادي المريخ السوداني أو رئيس نادي المريخ الحقيقة الأستاذ حازم مصطفى كان في ضيافة قناة المحور، تحدث عن صعوبة تحديد ملعب يلعب فيه المريخ لأنه في مشاكل مع الكاف على تحديد الملعب، وقال هنلعب فين. نشوف كلامه الأول لأنه مهم كمان المهندس عدلي يعلق. هل حصل تواصل مع الأهلي إن أنتوا مثلا عندكم الاستعداد إن أنتوا تلعبوا الماتشات بتاعتكم في القاهرة؟ حصل تواصل مع مسؤولي الأهلي بإن أنتوا ممكن يحصل كده؟ أنا ما حصلش معايا شخصيا تواصل، لكن حصل تواصل مع السيد نائب الرئيس للقطاع الرياضي اللي هو الكابتن عادل أبو دريشة. أعتقد إنه الكابتن عادل الرقيعي اتصل بالكابتن عادل وقال له إنه كابتن سيد عبد الحفيظ هيتصل بيه، بس ما حصلش الاتصال. بس أنتوا على استعداد للعب في القاهرة لو النادي يعني أكيد طبعا أنتوا مرحب بيكم للعب في القاهرة. على استعداد للعب في القاهره لو امكن يعني. والله على استعداد نعمل فرض ضمن محددات معينه بعد الاتفاق مع النادي الاهلي. حاسس يعني انت توقعاتك ايه للمجموعه؟ والله مجموعه لا شك مجموعه قويه. هتكون المنافسه شرسه. لكن في حسابات كده ان شاء الله الاهلي والمريخ. طيب الاستاذ حازم مصطفى قال لك والاتصالات مع المهندس عادل، ايه اللي حصل؟ هو حصل بس مش بشكل مباشر. اها، يعني محدش مسؤول مثلا من نادي المريخ تواصل معانا. تواصل معاه الاستاذ احمد عباس وقال لي انا مفوض. احمد عباس المحامي. المحامي وكيل اللاعبين. كان يعني كان دي كان، بس هو دلوقتي بيشتغل بشكل اشمل يعني قانوني. فهو يعني قال انا بمثل نادي المريخ وما عندهمش يعني، بيستطلعوا رايكم لو حابين ان ممكن يختاروا ملعب النادي الاهلي ملعبهم. قلت له ده يشرفنا ويسعدنا، هكلم الكابتن السيد طبعا وارد عليك، او اخلي الكابتن السيد يرد عليك. وبعدين استدركت قلت له ده دلوقتي هم في اجازه، ربما اعرفش اتواصل معاه، لان كابتن سيد لما بيطلع اجازه بيفضل ان يقفل تليفوناته. ورغم هذا ربما انت لو تواصلت معاه يشعر بجديه الموضوع اكتر. لما انت هتقول اللي قلته لي انا لما انا اقول له ايه رايك يا كابتن سيد نعمل كذا حوالي، وهو مين اللي قال لك الكلام ده ومدى يعني الجديه والجدوى في هذا الامر ايه؟ مش عايزين نفتح موضوع يبان النادي الاهلي بيقول للانديه تعالوا. فقلت له خد ادي تليفون الكابتن سيد، بعته له وتواصل معاه وابعت له مسج علشان غالبا هو مش هيبقى فاتح تليفون. والموضوع توقف عند هذا الحد. النهارده لما جه الكابتن سيد يمكن انت حضرت جانب من المكالمه يعني، قلت له كابتن سيد حصل كذا 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 والناس من خلال الاستاذ احمد عباس يعني بيدرسوا هذا التصور، امكانيه ان النادي الاهلي خصص لهم ملعبه يبقى ملعبهم يعني. الموقف عندك قال يا ريت يشرفونا، وكان هناك يعني ترحيب. فهي ما كانش عدم اهتمام اطلاقا، بالعكس كان الظرف بتاع الاجازه هو اللي كان مخلينا مش عارفين يعني. انا ما اقدرش اتكلم باسم الاداره ابدا يعني الا لما اكون عندي
هذا الكلام. وانا يعني كنت معايا وانا بكلم الكابتن سيد. ايوه. والراجل مرحب جدا جدا، ولو في اي حاجه بس يحصل تواصل رسمي. مؤكد ان المريخ زي الهلال مرحب بيهم جدا في بلدهم بكل تاكيد، والاهلي شان كل المعاملات بتاعتهم مع الانديه الشقيقه بيقدم كل التسهيلات الممكنه، ده كل تاكيد. راي المريخ سمعناه، طب راي الهلال نشوف كابتن المرغني مدافع الهلال وتعليقه عن وقوع الاهلي معاهم في مجموعه واحده. وقوعكم امام النادي الاهلي كيف تراها من وجهه نظرك؟ والله المجموعه عامه كده هي تقريبا المجموعه الاقوى، بالاضافه لانه الفرق المتواجده هي الفرق المنافسه على البطوله، الاهلي حايز على البطوله السابقتين اخر نسختين الاهلي حايز عليهم. طيب مين من لعيبه النادي الاهلي وانت مدافع بتعمل حسابه او عارفه ومذاكر تحركاته؟ والله كلهم احنا من خلال المباراه بنركز عليهم، بنتابعهم. هم استخدموا لاعبين من الخارج خاصه لاعب الجنوب افريقي بيرسيتاو، واجهناه في اي بيرسيتاو هو مميز. مين الفرق الافضل حظوظا في دور المجموعات من وجهه نظرك في الصعود من دوري المجموعات؟ والله هم كالعادة الناس بترشح لهم الفريقين اللي هو الأهلي وصن داونز، إنهم على الورق هم الأفضل، خاصة سمعتهم وطيلة مشوارهم في البطولة الأفريقية في السنين الماضية بحكم نتائجهم الإيجابية والبطولات الحائزين على الغين، ده الطبيعي إن الناس قاعد ترشحهم. آخر سؤال، بتشوف إزاي تجربة بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي لأول مرة الفرق المصرية تذهب إلى مدرسة إفريقيا في التدريب، شايف التجربة دي من وجهة نظرك إزاي وهل هي ناجحة؟ لا طالما في بطولات دي ما في شك إنه هي تجربة دي الأفضل، هي حققت نجاحات حتى الآن، الراجل ما شاء الله حظه حلو على النادي الأهلي وكذلك الأهلي عليه، الأهلي تاريخ كبير، الأهلي عريق، الأهلي بحاجاته بإنجازاته بإدارته القوية، قدروا كيف انه يستخدموا مدرب على قدر عالي من الكفاءه والدرايه بالكره الافريقيه، فهو الرجل يعني محظوظ انه هو بيدرب نادي كبير من ضمن الانديه الكبيره في العالم ما في افريقيا وبس، وكذلك النادي الاهلي انه كسب مدرب بيعرف افريقيا جيدا وخلاه انه يحز على البطولات، تجربته ناجحه 100% انا في وجهه نظري يعني. طيب زي ما الإخوة الأشقاء من السودان مرحب بيهم كل وقت في النادي الأهلي، كل الإخوة العرب بالمناسبة، النادي الأهلي بيبقى حريص جدا، ويمكن من الحاجات اللي الكابتن الخطيب ومجلس الإدارة كله بيبقى حريص عليها إنه لما حد من الأشقاء يزور النادي الأهلي ويبقى فيه ترتيب أو تنسيق لازما بتلاقي فيه استقبال يليق بالضيف ويليق بالاستقبال الأشقاء وحفاوة النادي الأهلي وترحيبه بيهم. هذا الأسبوع يمكن كان وفد من أكاديمية التشامبيونز الفلسطينية لتنس الطاولة كان في ضيافة النادي الأهلي، حرص الوفد كله برئاسة الأستاذ محمود شرف رئيس النادي على زيارة النادي الأهلي، قضوا يوم كامل في النادي الأهلي، كابتن محمود الخطيب رحب بيهم واستقبلهم وتبادلوا دروع التكريم والتقدير. الوفد الفلسطيني يمكن عمل جولة في فروع النادي وقضى وقت في النادي الأهلي، ده في الشيخ بالذات في مدينة نصر، بالذات لأنه هم كمان لأكاديمية تنس الطاولة، فقضوا يوم في تنس الطاولة شايفين بكل لاعبتهم، كانوا سعداء جدا أنهم يتواجدوا في النادي الأهلي ويلعبوا في النادي الأهلي ويشوفوا أجواء، لأنه مصنع البطولات ومصنع الأبطال المصنفين عالميا دلوقتي هي صالة تنس الطاولة في النادي الأهلي. كمان حرصوا على أنهم يزوروا البطلة الواعدة المدهشة هنا جودة، زاروها في بيتها أيضا للتعرف على تجربتها، لأنه قد إيه بقت هي تجربة ملهمة جدا لطفلة عالمية توصل لهذا التصنيف العالمي وتكسب بطولات أكبر من سنها بكتير. كانت هنا جودة كمان سعيدة أنه هذا الوفد الفلسطيني الشقيق يهتم بيها ويهتم بزيارتها ويهتم بالتعرف على تجربتها وعلى حكايتها. أنا أعتقد هي دي العلاقات الطيبة وهي دي أواصر الأخوة اللي بين الأهلي وبين كل الأشقاء، زي ما قلت لكم يستوي في ذلك كل أبناء الوطن العربي عامة. يعني طبعا أهلا بيهم،
وتجربه اشوف الفريق بالكامل بإدارته حريصين يروحوا يعني هي تجربه معيشه كامله حتى توصل للبيوت شوفوا معيشه بطله زي دي عامله ازاي واسرتها ورعايتها لاسرتها. النادي الاهلي الله يعمر بيته. النادي الاهلي الله يعمر بيته. بس اوعدك طعم ليك مش لحد تاني. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير. نلتقي في التاسعه مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.